إذا كان الأمر كذلك قروها قراءة سريعة كلها، لأنه أكثر كلام قاعد تفضل به إذا مش موجودة بهذه الفقرة موجودة غيرها. حتى الآن كرر، إيه رأيكم؟ نقرأها الأول قراءة عامة؟ ها؟ أنا بسأل سؤال. قراءة عامة عشان أنا ما أريد يضيع الوقت عندنا 10 دقائق فقط. نقرأها عشان ما نكرر الكلام، إيه رأيكم؟ نقرأها؟ تحبوا نقرأها كلها؟ أقرأ سريع يعني كل سطر ومشي. لا أقرأها كلها الأول قراءة سريعة. قراءة سريعة كلها. أوكي. هي صفحتين. شوفان مايك. التوصيات الختامية للندوة من خلال جلسات العمل التي استمرت على مدى يومي عمل وفي ضوء العروض المقدمة من قبل السادة الخبراء والعناصر الأساسية التي تضمنتها أوراق العمل والتجارب الناجحة والأسلوب المميز في إدارة الجلسات والحوار الإيجابي الهادف والبناء من قبل السادة المشاركين، تم التوصل إلى التوصيات التالية. أولاً، دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى 1- تعزيز فكرة أن رأس المال البشري ثروة حقيقية لأي قطاع، والاستثمار فيه هو الأبقى والأقدر على تحقيق الميزة التنافسية. الميزة. 2- التأكيد على أن الإدارة الفعالة هي الأكثر نجاحاً لأي مشروع أو مؤسسة والأقدر على المنافسة. 3- الاستثمار الأمثل في تنمية الموارد البشرية وتطويرها المستمر عن طريق وضع البرامج التدريبية على أسس علمية ووضع نظام لقياس فعالية التدريب من خلال التخطيط السليم للقوى العاملة، إعادة تصميم وتصنيف الوظائف، تحسين الأداء الوظيفي. 4- زيادة وتيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المواءمة المطلوبة ما بين القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن في بيئة في بنية القوى البشرية. 5- ربط الأهداف التدريبية بتوجهات الأسواق العالمية وتطورها وعلى وجه الخصوص أهداف التنمية المستدامة. 6- تعزيز التعاون والشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية والسعي إلى تمكين القطاع الخاص ليكون عنصراً أساسياً في رسم السياسات التنموية المستدامة. 7- الاهتمام بالبحث العلمي والأنشطة الابتكارية الهادفة إلى زيادة المعرفة وتعزيز الإنفاق عليه وتوفير مناخ ملائم مشترك لتنمية الموارد البشرية كعنصر محرك لعملية الإنتاج. 8- التأكيد على الدور المجتمعي للقطاع الخاص وخاصة في تأهيل وتدريب العنصر البشري وفقاً لأهداف التنمية المستدامة. 9- تفعيل اتفاقيات والاستراتيجيات الصادرة عن منظمة العمل العربية خاصة المتعلق منها بتنمية الموارد البشرية العربية وتشغيلها. 2- دعوة حكومات الدول العربية إلى 1- السعي لترسيخ فكرة أن الإدارة الفعالة والمؤسسة الناجحة تتحقق من خلال تنمية وتأهيل العنصر البشري. 2- العمل بمبدأ إعداد الموارد البشرية يمثل أكبر مشروع استثماري ناجح. 3- التأكيد على وضع الشخص المناسب في مكانه المناسب في الإدارة مما يعزز من نجاحها وتنافسيتها ويقلل من الجهد والمال. 4- ضرورة صياغة استراتيجية واضحة في إدارة وتنمية الإبداع المؤسسي للتكيف مع التغييرات والتحديات العالمية. 5- تكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية وتطوير الموارد البشرية وبخاصة توظيف هذه التكنولوجيا في عملية التدريب وتحسين الأداء. التنسيق والتعاون بين الجهات التي تقوم باعتماد مناهج التعليم والتدريب التقني والمهني وتبني عملية الموازنة بين نظام التعليم الأكاديمي والتعليم والتدريب التقني والمهني عبر كل المستويات التعليمية. بس إيش الترتيب الترتيب اللي بصير 7- نشر ثقافة التعليم المقترن بالتدريب التقني والمهني بما يدعم رد الاعتبار إلى المهن وإعلاء قيمة العمل وزيادة إعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني. 8- تحديث وتطوير البنية التشريعية والإدارية والإجرائية التي تشجع وتحفز الاستثمار الخاص بتنمية الموارد البشرية. اكتشاف وانتقاء العناصر القيادية الشابة لمنحها الفرصة لتحمل مسؤولياتها وتعزيز لدفع عجلة الإنتاج بأجيال جديدة مؤهلة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. إلى المزيد تعزيزها ضيفي لها وألف تعزيزها لدفع عجلة الإنتاج وتعزيزها بصير.
إلى المزيد من الاهتمام بمنظومة الإرشاد والتوجيه المهني وتفعيل دورها في مساعدة الشباب من الجنسين في التكيف مع التغييرات، دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للنجاح هذه المشاريع. ثالثاً، دعوة منظمة العربية إلى تفعيل قدراتها في تطوير نظم معلومات سوق العمل في البلدان العربية وفق متطلبات التنمية المستدامة واستكمال شبكة معلومات سوق العمل العربية، تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من معاهد التدريب التابعة لمنظمة العمل الدولية مما يساعد في تنمية وتأهيل العنصر البشري في منظمة العمل العربية لمواكبة المتغيرات الدولية، تحديث الاستراتيجيات الصادرة عن منظمة العمل العربية وعلى وجه الخصوص الاستراتيجية العربية لتنمية القوة العاملة والتشغيل والاستراتيجية العربية للتعليم والتدريب التقني والمهني، تكثيف أنشطة المنظمة من عقد الندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال التنمية البشرية والتشغيل، تقديم الدعم اللازم لأطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي للبرامج الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية ومكافحة البطالة. خلاص، يسجل المشاركون في الندوة والقائمين عليها شكرهم وتقديرهم لكل من معالي السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية لتنظيم هذه الندوة، مخاطبة مستشاره السيد محمد شريف السادة المشاركين بكلمة علمية وموضوعية هادفة شكلت المحور الأساسي للمواضيع والأهداف التي تناولتها الندوة. اثنين، كوادر منظمة العمل العربية وخبرائها الذين تولوا الإعداد الجيد والتنظيم الراقي وللمحاضرات الرصينة التي عرضوها على المشاركين في أعمال هذه الندوة. قصدك الاتفاقيات الخاصة بتنمية الموارد البشرية ولا كل الاتفاقيات؟ معوقين للصحة والسلامة المهنية ولا يعني وخاصة إذا بدك وخاصة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية إذا ها؟ اكتبها على ورقة وسلمها للرئيسة، بس سلمها للرئيسة. وقت ضيق جدا لأن احنا بعد المكان. انتهى للرئيسة، أي نقطة مش مكتوبة توقف. أي نقطة مش واردين لك في التوسيع؟ أي نقطة مفيدة ومش واردين لك؟ شمس الوقت. ما أعرف احنا جزء يعني أنا كنت والله كاتب حوالي 11 توصية قبل لكن لما رجعت وإلا يعني كلها يعني واردة في التوصيات والتقرير بس ما بعرف جزء إحنا أنا كنت كاتب الدعوة لتخصيص موازنات خاصة بتنمية الموارد البشرية هي واردة في التوصيات في والله هيك معني ها أظن موجودة أظن إذا قريتها أنا بوراق عمل التوصيه هذه فاضل موجوده الان يعني عندنا من خص موازنات يعني باب الموازن او موازنات خاصه بتنميه الموارد البشريه لاعطاء الفرصه لاداره الموارد البشريه تمكينها وتمكينها من اداء دورها المناط بها على اكمل وجه يعني تحب تكتبها هذا نص جيب هذا نص عادي موافقين على الاختراعات والاضافات اللي قاعد يقولها زملائنا تضيفها لجنة الصياغة وتتعرض بالأخير إذا صارت ما يتحفظ عليها برك ممكن تغير ماشي يا رب أي شيء آخر؟ تونس تفضل استاذ محمد
صوتي انا عندي مشكله، عندي مشكله بالسمع. طيب انا عندي اقتراح اجي جنبك اسمعك. عطى له موتو تكييف امبارح البند الثالث في الورقه رقم 2 اللي هو الاستثمار في الاستثمار امثله في تنميه الموارد البشريه. اقترح بس اضافه متابعه وتقييم. يمكن دكتور احمد امبارح حتى كان بيتكلم معانا في ان اي يعني اي عمليه تدريبيه او اي تنميه موارد بشريه من غير تقييم او متابعه ده عنصر ناقص. بس شكرا. التكوين الأصلي الأساسي ولكن أيضا التكوين المستمر تلت الفترة المهنية. الفكرة هذه زي ما تلت تكوين تلت الحياة تلت فترة الحياة المهنية. فكرة نطوروها نعملك جملة في هذا السياق كان موافقين على الفكرة. فهمتوني؟ التدريب يجب يكون المبدأ متاع تلت فترة الحياة المهنية من اللي نقرأه كما قال زميل ملت روضة فما التعليم وفما فكرة التعليم المستمر في الخدمة وكيف يفقد الشغل زي داريزم ويلقى التدريب. الفكرة متاع تلت الحياة المهنية أهم شيء شفته بالبيان التركيز على التعليم المهني والتقني يلي هو نحن بحاجة له. نحن بالجامعيين بلبنان قد ما بدكم فيه عنا نقص بالعامل المهني والمدارس المهنية المتطورة يلي بينقصها مختبرات هي لازم تكون الأساس. يعني المطالبات من قبلنا كمان لازم تكون أكيد للدول. إحنا بس توضيح كلامك صحيح. بس إحنا ندوتنا حول إدارات العمل في الوطن. لا أنا لاحظتها أنا في التعليم المهني. هيدا عم بقول كتير كتير مهمة. لذلك أنا عارف أن توصياتكم كلكم بتشملهم كل شيء. لكن إحنا بدنا نركز فقط على هذه الزاوية اللي هي موضوع الندوة. صحيح. ولذلك قررنا يعني ملامسة. بس كتير مهمة لو كانت مرور ملامسة. التأكيد على أن إيلات التعليم التقني والمهني أكثر جت يوم عرفت الدكتور أنا معك. إذا ما في شيء ننتقل إلى بعض التوصيات بشكل نهائي. ندخل الآن في صلب أعمال الندوة.
علينا شوي توزع ليس فقط الأنشطة بشكل عام وإنما حتى أعمالها التنفيذية ندوات مؤتمرات ورش عمل دورات تدريبية شكرين شكرا جزيلا السيدة رئيسة اللجنة والمنقرة سيدة الرب لأنه كان الوقت حيل مضبوط هذه الأنشطة البارحة من الأستاذ يعني اختصر الايام بدينا نختصرها من الوطن بدل 4 أيام يصير يومين بدل اسبوع يصير 3 أيام فاضطرينا الوقت ضيق ان احنا نختار من اطراف الانتاج ليتولوا رئاسه الجلسات فالان رئاسه الجلسه للاخ محمد من الاتحاد العام لعمال فلسطين فليتفضل يتولى رئاسه الجلسه قبل الختاميه وهي جلسه العمل الثالثة أو الرابعة التي سيتحدث فيها الدكتور ماهر المحروق ويمكن لأن الشباب جاهزين ورقة الدكتور ماهر من الخبراء العرب الأكفاء وهو المدير العام لغرفة صناعة عمان حاليا ولا كنت وما زلت إن شاء الله على المستوى العربي نريدك احنا ماشي فالكلمة الآن للأخ رئيس اللجنة فليتفضل أهلا وسهلا بكم جميعا صباح الخير للجميع نتمنى انه نمتوا مليحه ولا شيء وجايين بنشاطيه يعني انا سعيد جدا انه كنت هاي الجلسه وهذا شرف كبير الي بين اشقائي من جميع الدول العربيه من اطراف الانتاج الثلاث وبعتقد يمكن الوقت قصير جدا يعني يومين انا على اعتقادي من الاوراق اللي تقدمت مش كافي ويمكن ما عطناش وقت كبير للتجارب اللي هي مهمة جدا جدا على كل حال احنا اليوم نبدأ مع دكتور ماهر وبالتالي نستعرض هاي الورقة وبعتقد انه بالإضافة للأوراق الأخرى يعني راح تغنينا الدكتور ماهر طبعا خبير نعتز فيه ونقدره وبالتالي تفضل صباح الخير لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم لضيوفنا الكرام بالأردن وأهلا وسهلا بزملائنا من الأردن من مختلف الجهات واسمحوا لي بداية بعرف محاضرة الصبح ومحاضرة آخر النهار دائما بكونوا صعبين فيعني في الحالتين بكون الموقف أو الموقع بكون صعب وأنا بدي أحاول ما أطولش عليكم كتير لأنه بجوز في ببالي موضوع مختلف عن موضوع الورقة ممكن نحكي فيه كمان شوي بس بدي أبدأ حديثي بموضوع الورقة اللي طلب مني إعدادها فيما يتعلق زي ما أنتم شايفين العنوان كتير طويل تنمية الموارد البشرية ودورها في النهوض في بيئة الأعمال وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة والفقر كل كلمة من هاي الكلمات بحد ذاتها يعني تنمية الموارد البشرية عنوان دورها عنوان آخر النهوض ببيئة الأعمال عنوان مختلف كلياً وزيادة فرص التشغيل عنوان فرص التشغيل تختلف عن الحد من البطالة والفقر فهذا موضوع كثير صعب كثير معقد إلى حد ما وبنفس الوقت كثير مهم وإذا بنطلع على عنوان الورشة بشكل عام في اليومين بنحكي على أثر تنمية الموارد البشرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فهذولا كلهم مع أهداف التنمية المستدامة 17 فبشكل عام العنوان شوي عام أو بخليك تروح
باتجاه عام، مش هو عام، هو عنوان كتير غني على فكرة، وكتير مهم، ومواضيع كتير دقيقة، بس للأسف بسبب التداخل فيما بينها وربطها مع أهداف التنمية المستدامة بتضطرك تروح لموضوع آخر، أو بتضطرك شوي عملية الربط ما بينهم شوي تكون مختلفة إلى حد ما. اجتهدت، وعلى قاعدة الاجتهاد الشرعي لكل مجتهد النصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فيكفيه الأجر الواحد. فأنا اجتهدت في محاولة الوصول لرسم تصور لهذه الورقة بشكل أو بآخر، وبدأت بداية بتعريف ما هو المورد البشري. بكل تأكيد يعني أنتم مش بحاجة حد يعرف ما هو المورد البشري، بس بجوز بدي أرجع بالتاريخ شوي. في كتاب ثروة الأمم Wealth of Nation لآدم سميث، لما كتب أول كتاب بال1700 في علم الاقتصاد، بقولوا نشأة علم الاقتصاد بدأت من هناك، مع أنه في أمثلة ما قبل، يعني ابن خلدون كتب قبل آدم سميث، بيحكوا على سبيل المثال يعني هو ملوش علاقة بموضوعنا، بيقولوا أنه آدم سميث كتب أول كتاب في الاقتصاد بال1700، ولما بيحكوا في موضوع التخطيط الاقتصادي بيحكوا أن قصة سيدنا يوسف التي وردت في سورة يوسف في القرآن الكريم هي أول مثال على التخطيط، لما حكى في القرآن الكريم قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، فبيحكي على نموذج التخطيط، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فبيحكي في التخطيط إنه هذا كان أول نموذج أو أول مثال على الأرض لعملية تخطيط وإدارة الموارد، بغض النظر شو كانت هذه الموارد. هلأ مش هندخل في فلسفة التخطيط وفلسفة الاقتصاد ومن بدأ يعني أو كيف بدأت، بس برضو كمان ذكرت هون أنه الغاية من وجود الإنسان على الأرض هي الخلافة في الأرض، أو خلافة يعني حتى يكون الإنسان يعني خليفة الله على الأرض، فبالتالي الإنسان والمورد البشري بحد ذاته هو جوهر عملية الإنتاج ومحورها. أنا ما بديش أقرأ أو أحكي على تعريفات، بس بهمني أستعرض نقاط سريعة جداً. بس في المورد البشري اليوم شكل الاهتمام بالمورد البشري تغير، صرنا بنحكي على إبداع وابتكار، بطل الموضوع موضوع تدريب، وهلا راح نحكي ليش إبداع وابتكار وليش ما بنحكيش تدريب، وبنحكي على positive participation يعني بالفكر والرأي، مشاركة إيجابية، مش بس تشارك، مش بس تشتغل، مش بس تكون موجود، لأنه شكل العالم ومعالمه في موضوع تطوير وتنمية الموارد البشرية بدون أدنى شك تغير، وتغير بشكل كثير دراماتيكي. أما فيما يتعلق بتنمية المورد البشري، زي ما أنتم شايفين تنمية المورد البشري هي تطويره ورفع قدراته ورفع مهاراته، بشكل عام هي قدرات مهارات. والعنصر الأهم اليوم في عالم اقتصاد المعرفة، المعرفة اللي لازم يتمتع فيها عنصر العنصر البشري والأهمية اللي بتحكي للعنصر البشري. بجوز أنا نسيت، أنا بديت أحكي على كتاب آدم سميث بال1700 لما كتب أول كتاب في الاقتصاد، قال موارد الإنتاج هم 3: الأرض والعمال ورأس المال. فمن أول يعني إذا كنا بدنا نعتبر نشأة علم الاقتصاد ونبدأ بالحديث، حتى بس أرجع أذكر بأهمية العنصر البشري. الهدف بطبيعة الحال هو طبعا استغلال الموارد المتاحة، لذلك يتم تطوير وتنمية الموارد البشرية. بس أنا بدي نتذكر أنه احنا بدنا نركز في تطوير أو تنمية الموارد البشري على 3 عناصر رئيسية جدا: تعزيز القدرات والمهارات والمعرفة المعنية بالمورد البشري. الهدف منها طبعا هو تعزيز أو الاستغلال الأمثل سواء للوقت أو الجهد. تنمية الموارد البشرية موضوع غاية في الأهمية، لأنه المورد البشري هو غاية التنمية المستدامة ووسيلتها، وراح تشوفوا هلا كمان شوي لما نستعرض أهداف التنمية المستدامة كلها بكل تأكيد تتمحور، والغاية منها هو الإنسان أو المورد البشري الذي يمثل، أو الإنسان وما يمثله من مورد بشري. باستعراض سريع في الشكل التالي راح نشوف أهمية تنمية الموارد البشرية سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات، وبالتالي على مستوى الدولة. فهي على مستوى الأفراد تساعد على توفير أداء أعلى، وتساعد في خلق مناخ مناسب للعمل، بيئة عمل مناسبة على مستوى البزنس انفايرومنت، لأنه إذا ما كان المورد البشري على كفاءة عالية من الصعب جدا أن يكون موجود
فيه مهارات أو يكون في بيئة عمل معينة. على مستوى المؤسسة هذا يساعد على بشكل رئيسي في تحديد احتياجات المؤسسة وزيادة العائدات وتقليل التكاليف. على مستوى الدولة تحسين الإنتاجية بالإضافة إلى توازن في سوق العمل ومن ثم خفض معدلات الفقر والبطالة من خلال خلق فرص تشغيل. أنا بدي أروح مباشرة على موضوع أهداف التنمية المستدامة، كذلك قبل ما أبدأ في حديثي على موضوع تنمية الموارد البشرية. أهداف التنمية المستدامة زي ما أنتم شايفينها، بعرفش إذا واضحة الرسمة وبجوز تم استعراضهم في عرض مسبق، بيبدأوا من الهدف الأول فيما يتعلق، أنا مش شايفهم والله، من القضاء على الفقر وإلى آخره، والبطالة بجوز، والتشغيل والنمو الاقتصادي والطاقة والمياه وكل ما يلزم الاقتصاد الأخضر، وكل هذه المواضيع هي على علاقة مباشرة جدا بالإنسان. وقبل ما نبدأ بالحديث على موضوع، يعني نربط موضوع أهداف التنمية المستدامة وكيف يتم تنمية وتطوير المورد البشري لغاية تحسين مستوى أو رفع والحد من مستويات الفقر والبطالة، في إطار التنمية المستدامة بدي أستعرض معكم بشكل سريع أبرز المؤشرات الدولية المعنية بالموارد البشرية. اليوم زي ما بتعرفوا في تقارير دولية معنية بتطوير وتحسين بيئة الاستثمار، أو معنية بعكس بيئة الاستثمار في أي بلد. يعني اليوم أي واحد فيكم أو أي شخص مستثمر بفكر ينتقل إلى أي بلد حول العالم، في مجموعة من التقارير الدولية بيطلع عليها بتعطيه صورة أو تصور عن وضع الاقتصاد أو عن وضع الإمكانيات المتاحة، شو بيئة الأعمال في الدولة إكس من حيث القوانين، من حيث الأنظمة، أنظمة دخول إدخال العملات، سحب الأموال من السوق، التحويلات النقدية، الموارد البشرية اللي موجودة، إجراءات التراخيص، إجراءات إدخال المواد الخام. هذه التقارير بمجموعها تشكل يعني مؤشرات دولية، ويعني لا يستطيع أي أو لا تستطيع خلينا أقول أي دولة تنكر أهمية وجودها في هذه التقارير وأهمية تقييم والقيام بدورها بشكل أو يكون لها ترتيب واضح وسليم حتى تقدر تعطي صورة مناسبة وملائمة عن اقتصادها وبما يعكس أهمية الأداء الاقتصادي. وأول تقرير بدنا نبدأ فيه هو تقرير التنافسية العالمي اللي بصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وشو المواضيع اللي بيأشر عليها بشكل رئيسي في موضوع تنمية الموارد البشرية. وبيأخذ مجموعة من العوامل، أول واحد فيهم بيتحدث على موضوع رأس المال البشري، بيتحدث على بيئة الأعمال، وبيتحدث على منظومة الابتكار، ويتحدث على الأسواق. إذا بتلاحظوا رأس المال البشري ومنظومة الابتكار مرتبطة بشكل رئيسي بالعنصر البشري وبتنمية الموارد البشرية. التقرير التنمية أو تقرير التنافسية العالمي المصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا هو عبارة عن تقرير بيعطي تصور واضح على أداء الاقتصاد في أي بلد. بيضمن التقرير أو بيتضمن التقرير 10 مؤشرات فرعية بيحدد من خلالها أهمية ومستوى ومدى تطور العنصر البشري كأحد أدوات النهوض بالاقتصاديات العالمية أو بمستويات التنافسية لذلك الاقتصاد. مؤشر رأس المال البشري مؤشر رئيسي لقياس مدى تنافسية الاقتصاد، وبقيس مهارات القوى العاملة وتنميتها من خلال التعليم وجودة التعليم بشكل رئيسي. وبيأشر على موضوع آخر هذا التقرير بشكل مباشر على موضوع ما يسمى بالهجرة الأدمغة أو هجرة الخبرات والكفاءات. فبعطيك انطباع قديش في كفاءات بشرية موجودة في هذا البلد، قديش في لما بشوف أنه هذا البلد مستواها متقدم، يعني أنا كمستثمر أو كدولة بدي أرسم سياسي أو إلى آخره أو إجراء، لما بشوف أنه مؤشر هجرة الأدمغة من هاي البلد مرتفع جدا وترتيب البلد متقدم جدا، معناته بعطيني انطباع أنه بيئة العمل للأدمغة والخبرات غير مبشرة، أو بحاجة أنه أنا أخذ إجراء باتجاه معاكس حتى أحافظ على الخبرات تضلها موجودة في هذا البلد. مع أنه في ناس بيحكي أنه هدج أو في وجهة نظر، بديش أقول بيحكي، بس في وجهة نظر أنه هجرة الأدمغة برضو عامل مميز أنه أنا بصدر خبرات، بس تصدر خبرات شيء مختلف كليا عن هجرة الأدمغة، لأنه الهجرة هي عبارة عن خسارة كلية للمورد البشري اللي أنت بنيته. هذا الحديث بتم من خلال تطوير المعرفة الرقمية ومهارات التعامل مع الآخرين والقدرة على التفكير الإبداعي.
مؤشر رأس المال البشري في تقرير التنافسية العالمي بجوز بركز على موضوعين مهمات جدا، بياخذ موضوع الصحة وموضوع السكيلز. أنا بعرف لأنه هاي الصورة it's an image يعني مأخوذة، أنا ما ركزتش على كل الـ 12 عنصر تقريبا في كل التقرير، لأنه التقرير بتكون من 12 محور، هو بيعالج الأمور اللي لها علاقة بالبعد العنصر البشري أو التنمية البشرية من خلال الصحة والمهارات، وبيأخذ تحت كل واحد منهم مجموعة من المؤشرات الفرعية فيما يتعلق بمستوى التعليم والخبرة والخدمات الصحية وعدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان على سبيل المثال، بيأخذ في السكيلز موضوع التدريب المهني والتقني. يعني تقرير إلى حد ما شامل، بيسوى بشكل جدي نتطلع على هذا التقرير، وبيسوى هون نحكي لمنظمة العمل العربية أعتقد نطلع من شكل التقرير التقليدي، لأنه أحياناً إحنا بنضل نقارن أنفسنا. يعني في ناس كثير لما بنوقف عند هاي التقرير، وأنا سمعتها من مسؤولين في البلد، أنت بتقارني بسويسرا، أنا بقارنكش بسويسرا، بس أنا ما هو فيش وسيلة أعرف أنا وين إلا بهذه الطريقة. فعلشان هيك أنا بقول بسوى نحكي لمنظمة العمل العربية إنه صفي في تقرير عربي يأخذ هاي المؤشرات بعين الاعتبار ويتغير شكلها وتصفي إنديكيترز رقمي، مش تقرير يعني نكتب تقرير عن واقع الموارد البشرية في الدول العربية، والمعلومات الموجودة في الأردن أقل من مستوى المعلومات المتوفرة عن تنمية الموارد البشرية في السعودية. فلما بتقرأ التقرير ما بتقدرش تقارن إنه طب مين يعني مين تنمية الموارد البشرية عنده أحسن، أنا بدي أتعلم من تجربة السعودية بس وين بدي أروح؟ طب ما إحنا يعني you are not comparing apple with apple، أنت بتقارنش تفاح بتفاح، فالمفروض يكون في مؤشر رقمي. أنا هذا أدائي في هاي النقطة كويس، بس أدائي في هاي النقطة الدولة إكس أحسن مني والدولة واي أفضل مني، فمشان أقدر أرسم خريطة أسرع وأقدر أقرأ أسرع وأتعلم أسرع من تجربة الآخرين. فشكل التقارير المفروض اليوم، يعني أنا إذا جاز للتعبير أحكي في توصيات بحكي في هاي التوصية، بعرف أنه أنا توصياتي بجوز يكون دمي مش خفيف كتير على أبو سعد، بس هذا التوصية اللي عندي. التقرير الآخر المهم إذا بنحكي على تشغيل وبنحكي على خلق فرص عمل ومعالجة مشاكل بطالة، تقرير مستقبل الإنتاج readiness for production أو future of production readiness for the future of production. اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وعالم المعرفة الجديد وتطور وتغير، وهلأ راح نشوف بعض الأمثلة، بيحكوا اليوم في تقرير بيقول انه 65% من الاطفال لغايه عمر 5 سنوات اللي يعني او اللي دخلوا على صف اول السنه، في 65% راح يشتغلوا في وظائف احنا يعني كلكم اصغر مني في العمر يعني، وانا اصغر منكم قدرا، بس كلهم راح يشتغلوا في وظائف انا وانتم بنعرفهاش، بنعرف شو اسمائها، يعني بنعرف شو اسم الوظيفه اللي راح يشتغل فيها اللي عمره 5 سنين اليوم او بصف اول ابتدائي اليوم، لأنه راح تطلع وظائف ومسميات وظائف إحنا ما بنعرفها، لأنه شكل سوق العمل راح يتغير، وإذا ما تقبلنا هذا الواقع إحنا راح نصفي كلنا بتقاريرنا وبمحاضراتنا وبأفكارنا راح نصفي أبسوليت، يعني غير صالحين للاستخدام وما فيش عندنا أي معلومة إذا ما كناش على هذا المستوى، لأنه العالم بيتغير بسرعة. زمان أنا بعرفش إذا أنتوا عاصرتوا، أنا عاصرت الراديو أو المذياع اللي كان هيك كبير، هذا أخذ تقريبا 60 سنة لانتشر 5000 نسخة في العالم. التلفزيون لما طلع أول تلفزيون أخذ تقريبا التليفون أنا السنة كنت في أحد الفنادق مع أولادي، فتفاجأت عندي بنتي عمرها 5 سنين أو 6 سنين تصحيني الصبح، وصلنا بالليل فبتصحيني الصبح بتقول لي قوم أحكي لك شغلة مهمة جدا، فبحكي لها إيش؟ أنا نايم على جنبي بالفندق اللي هي الكاونتر هذا أو الترابيزة اللي عليها التليفون، فبتقول لي بتعرف إنه هذا الجهاز إذا بترفعه هيك وبتكبس أرقام هذا بيتصل وبتسمع صوت فيه، لأنه هي ما بتعرفش التليفون الأرضي، يعني عمرها 5 سنين بتعرفش إنه في إيش اسمه تليفون أرضي، هي عاشت وموجودة مع الموبايلز ومع الاستخدامات الموبايل، فبتقول لي إذا بترفع هذا الجهاز هذا إذا بترفعه هيك وبتكبس أرقام هذا بيحكي، فهذا التليفون اللي بتحكي عنه هي هيك، هذا أخذ 116 سنة لانتشر حول العالم بعدد 2 مليون نسخة. الآيفون أخذ 5 شهور لوصل 1 مليون نسخة.
أول نسخة من الآيفون، فعشان السرعة كيف اليوم آيفون 11 بيطلع في أمريكا بعد يومين بيكون، أو بيطلع في الصين بعد يومين بيكون في الأردن، فحجم الانتشار للتكنولوجيا والمعرفة أسرع كثير مما إحنا بنتخيل. فعلشان هيك هاي التقارير أنا بقول يعني لازم تعطينا إحنا صورة وين بدنا نحكي أو كيف بدنا نصير نطرح القضايا تبعتنا، لأنه استمرار الطرح التقليدي في ضوء عالم متغير بسرعة بجوز يكون غير مجدي. هذا التقرير بقيس مدى أداء أو جاهزية إنتاجية الدول في المستقبل وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والتخفيف من حدة المخاطر، لأنه برضو المتغيرات في إلها مخاطر. يعني لما بتسمعوا أنه في عدد وظائف بدهم يختفوا، وفي عدد يعني على مستوى دبي أنه بال2030 متوقع أنه بدبي ما يكونش في ولا تاكسي درايفر ولا سائق تاكسي، مع أنه هاي مهنة عدد كتير كبير. أنا بحكيش عن منطقة بعيدة وبحكيش عن دولة مش عربية، بحكي عن دبي. فالتوقعات بال2030 في دبي ما يكونش ولا في تاكسي درايفر، كله يعني التاكسي بيشتغل لوحده، ومن اليوم بلشوا يشتغلوا على هذا الموضوع. ففي مخاطر، وفي ناس بيحكي على التكنولوجيا ومخاطرها، برضو الاستعداد للإنتاج وتقارير الاستعداد للإنتاج مهمة جدا. مؤشر رأس المال البشري أحد أدوات محركات الإنتاج المستخدم في قياس جاهزية مستقبل الإنتاج الاقتصاديات اللي ضروري يتم التركيز عليه، وتحدثنا عنه وبركزوا في هذا التقرير على مجموعة من العناصر المهمة اللي هي قياس قدرة القوى العاملة الحالية على التكيف مع متغيرات المستقبل. وهون بده يحكي على التعليم، القابلية للتعليم، القابلية للتدريب، والقابلية للتطوير في ضوء وتغيير المعرفة في ضوء تطورات اقتصاد المعرفة. بجوز هذا من أحدث التقارير، هذا أول نسخة صدرت من هذا التقرير في 2018، تقرير كتير جديد، يعني ما عمروش صدر قبل هيك زي تقارير التنافسية أو أي تقارير أخرى. أول نسخة صدرت منه، وأعتقد راح يصير عليه تعديلات كتيرة بس بلبي احتياجات من هذا المستوى. تقرير رأس المال البشري في مستوى الجاهزية للإنتاج بركز على موضوع كتير فيما يتعلق مؤشر التنمية البشرية. عفوا أنا يعني بعرفش إذا هدول السلايدين واضحين، بأشر على موضوع تطوير الموارد البشرية في وضع القوى البشرية الحالية وإمكانيات الكابابيليتيز، القدرات والإمكانيات والكفاءات المتوفرة فيها، والفيوتشر ليبر فورس، متطلبات سوق العمل المستقبلي، سواء من حيث يعني مستويات التعليم، القابلية للأدابتبيليتي اللي هو كيف يعمل أدابتيشن وكيف نفسه مع المتغيرات. التقرير الثالث اللي بياخذوه بعين الاعتبار هو مؤشر تنمية الموارد البشرية، وبجوز هذا مؤشر نسبيا معروف لعدد كبير منكم. هذا بيعطي مؤشرات على مستويات التعليم، العمر، الصحة، مؤشرات بهذا المستوى ومستويات الرفاه الاجتماعي. احنا بنحكي على 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 مؤشرات كلها لها علاقة بعنصر العمل او بعنصر الانتاج بشكل، عنصر العمل كعامل من عوامل الانتاج بشكل رئيسي، وقدرات الافراد، وزي ما حكيت مؤشر التنمية البشرية بيعكس صحة، تعليم، ودخل، وبس ما فيش له ارتباطات بالنمو الاقتصادي والتغيرات المستقبلية، لانه صف التقرير يعني شوي قديم، بعرفش اذا راح يصير عليه تعديل على منهجيته او لا. الجزء الآخر من الشريحة، وهذا بجوز موجود في العرض عندكم، أنا ما بديش أطول عليكم، بس بيحكي بشكل سريع عن أداء الدول العربية المتواضع والضعيف للأسف الشديد. يعني إحنا ترتيبنا كمجموعة دول، طبعا مش كلها الميدل إيست والنورث أفريكا، مش كلها دول عربية، بس جزء كبير من الدول العربية، ترتيبنا في مجموعة الدول الرابعة في تقرير التنافسية العالمي. إذا بدنا نأخذ في تقرير، بالإضافة لبعض المعلومات الأخرى موجودة، أداءنا بتراوح من 37 ل 125، يعني أحسن دولة عربية ترتيبها 37، وآخر دولة عربية في ذيل القائمة. طبعا إحنا بنحكي على 137 بلد مشاركين في تقرير التنافسية العالمي. في مؤشر التنمية البشرية كذلك أداء الدول العربية، هو 6 دول عربية أداءها يعتبر الأفضل، لأنه إحنا حكينا على مؤشر التنمية البشرية بقيس مستويات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، بالإضافة إلى مقسوم الدول إلى مجموعة دول متوسطة ومجموعة تأتي في ذيل القائمة بكل أسف.
الشكل التالي راح نحكي على او في الجزء الحالي راح نحكي على موضوع البطاله في الدول العربيه، وكلكم بتعرفوا متوسط البطاله في الدول العربيه تقريبا 3 اضعاف المتوسط العالمي اللي بوصل 5%. احنا بتوصل عندنا اون افريج في الدول العربيه المتوسط العربي اليوم نحكي على 17 تقريبا في الميه. علاقه الفقر أو تنمية الموارد البشرية بالفقر والبطالة هي علاقة بكل تأكيد، يعني علاقة وثيقة جدا وما فيش حدا بيقدر ينكرها، ومش بحاجة حدا يقدر يثبت هذه العلاقة، لأنه وين في تنمية للموارد البشرية بس تنمية صحيحة، يعني مش تنمية بالأسلوب القديم. العمل في إطار الموارد البشرية تغير، وبشكل سريع هذا الشكل بوضح المثلث الأصفر معدلات الفقر، والمربع بالأحمر هو معدلات البطالة، ومن ثم يعني وبنشوف هون مستوى مؤشر ترتيب الدولة في مؤشرات التنمية البشرية. فكل ما تراجع ترتيب الدولة في مؤشر التنمية البشرية بنشوف معدلات البطالة مرتفعة ومعدلات الفقر مرتفعة، يعني التناسب ما بين ترتيب البلد وأداء الفقر فيها كل ما كان ترتيبها أحسن في مؤشر التنمية البشرية بيكون معدلات الفقر، يعني ترتيب الإمارات مثلا في مؤشر التنمية البشرية متقدم جدا، لذلك نلاحظ معدلات الفقر والبطالة متدنية جدا. بس إذا بناخذ على سبيل المثال دولة زي مثلا خلينا ناخذ الأردن بدي أحكي عن حدفها عشان يعني معدلات الفقر الترتيب مقبول ولكن معدلات الفقر والبطالة برضو مرتفعة. إذا بنحكي على السودان أو جيبوتي أو اليمن برضو كذلك المعدلات الفقر مرتفعة والعلاقة واضحة وموجودة. على الجزء الأخير اللي بدي أحكي فيه وبجوز أنا اضطريت أحكي في بعض المعلومات منه مسبقا هو ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية في ظل اقتصاد المعرفي والثورة الصناعية، الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة اللي هي قائمة مش بس في الصناعة، زي ما بتعرف الثورة الصناعية الرابعة هي يعني بتشمل كل شيء حتى موضوع الخدمات، لأنه بتحكي على الذكاء الصناعي، بتحكي على الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، استخدام الانترنت و 3 دي برينتينج، الطباعه الثلاثيه، هذا بالاضافه الى معايير اخرى. الثوره الصناعيه الرابعه راح تقود الى تغير جوهري في عدد كبير من الوظائف. كانت عندي قائمه بس بجوز ما صحليش اطبعها، بس لانه كانت انيميشن او صوره، فيعني لما حاولت اطبعها ما زبطتش، هي صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كانوا بيحكوا على 10 وظائف راح تختفي بال 2024. العوائد المالية من هذه الوظائف تقريبا يعني بتتراوح من 75 ل 85 مليار دولار، راح يظهر مقابلها 10 وظائف جديدة اليوم مش موجودة، العوائد المالية منها 122 مليار، مع انها وظائف جديدة بس العوائد المالية منها اعلى. بس من هو يعني القادر أو الراغب على أنه يكيف نفسه ويتعدل مع هذه الوظائف؟ يعني وظيفة محاسب على سبيل المثال بال 2024 بس بقيسه على اقتصاديات العالم راح تختفي، يعني راح يبطل في إشي اسمه يعني accountant clerk، مدخل بيانات محاسبية أو محاسب، مديرة مكتب اللي هي اللي بتطبع أو تأخذ مواعيد أو whatsoever، يعني برضو هذه الوظيفة مثلا من الوظائف اللي راح تختفي كليا من الاقتصاديات العالمية. فهل إذا بدنا نضل نتطلع ونرسم سياساتنا في التعليم والتدريب بنفس النهج اللي احنا متعودين عليه، هذا كله راح يتغير وراح يصير فيه نوع من الوظائف الجديدة اللي راح تطلع. علشان هيك تنمية وتطوير الموارد البشرية أعتقد بده نظرة عامة، بده فيجن يعني أو رؤية، بديش أسميها نظرة، بده رؤية على مستوى عربي شو التغير اللي بده يصير عندنا في الوظائف، وبناء عليها إحنا بنقدر نقول شو الوظائف اللي بدنا نتطور وننمي الموارد البشرية عليها. اليوم في عدد، إحنا عندنا مجموعة من خريجين الجامعات لازالوا بيدرسوا في الدول العربية بنفس الأسلوب التقليدي، هذول لما بيطلعوا على سوق العمل يعني غير صالحين للاستهلاك، أنك تشغلهم يعني بما معناه للاستهلاك توظيفهم أو تشغيلهم. أنا مش بحاجة بعد ما الواحد يتدرب وينفق عليه في التعليم، وكلنا بنعرف قديش الدول بتتحمل إنها تدفع كلف في التعليم، مش بحاجة كمان أرد أصرف عليه في موضوع إعادة تأهيله وتدريبه مرة أخرى، لأنه فيش طالب في أي جامعة بالذات في نظام التعليم العام بغطي كلف تعليمه وكلف تدريسه على مدار 4 سنوات. فبالأولى إنه يتم إعداده وتهيئته بالمستوى البشري المطلوب.
هذه المعلومات اللي أنا كنت بحكي عنها، في تقريبا زي ما حكيت لكم يعني 60% من الأطفال اللي احنا بنشوفهم اليوم راح يشتغلوا في وظائف احنا كلنا ما كنا أو لليوم احنا ما بنعرفهاش، وبنعرف شو ممكن يكون اسم هذه الوظيفة وشو ممكن يكون مسماها. في خسارة لأكثر من 5 مليون مجموعة، 5.1 مليون مجموعة وظيفية راح يتم خسارتهم في الاقتصاد العالمي. راح يصير في خسارة إجمالية ل 7.1 مليون مسمى وظيفي، أسماء وظائف راح يصير عليها تغيير لل 2040. طبعا يعني للي بعيش لل 2040، بس برضو على الأقل الاستعداد يعني موجود ولازم يكون موجود ولازم نكون جاهزين في هذا الموضوع. هذا بيتطلب استحداث راح يصير بس مباشرة. احنا بنحكي على 5 مليون مسمى وظيفي راح نفقدهم بس مجرد دخول الثورة الصناعية الرابعة لعالم التطبيق، في تقريبا 2 مليون وظيفي في مجالات بس الكمبيوتر والرياضيات والهندسة راح يظهروا في مجال العلوم فقط لغير كمبيوتر هندسة رياضيات راح يظهروا في هذا المجال. طبعا بدك تقيس هذول 2 مليون وظيفي لو انعكسوا على 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 القطاعات الأخرى بيست اون مبنية على العلوم أو على الهندسة والرياضيات وإلى آخره من هذه الأمور، فراح تتغير معطيات كثيرة. هذه مجموعة بس هيك للاستعراض السريع أبرز الوظائف المستقبلية اللي بيحكوا عنها بحلول العام 2040. مثلا مبرمج أو روبوتك بروغرامينج، مبرمج الروبوتات، بيحكوا أخصائيو محللو البيانات، لأنه بنحكي على عالم قائم على فكر البيج ديتا أناليسز وتحليل البيانات العالمية، فبنحكي على أو البيانات الكبرى، فبالتالي إحنا صفينا بنحكي على بدنا ناس يعرف يتعامل مع إدارة البيانات. بالإضافة إلى ذلك خبراء الصحة الشخصية، طواقم العمل الداعمة والصيانة لموضوع اللي هي الطائرات أو القيادة للطائرات بدون طيار وما شابهها من أجهزة روبوتكس، مصممو مهندسي الطابعات ثلاثية الأبعاد، مجموعة أخرى فيما يتعلق مصرفيو العملات الرقمية اللي هي المشفرة، نحكي على البلوك تشين والفينتك، نحكي على أخصائيو أتمتة المنازل، مصممو مهندسي البلوك تشين والأمور المالية كاملة، بالإضافة إلى يعني كاتب أو محاسب معزز بالذكاء الاصطناعي، لأنه كاتب ومحاسب تقليدي يعني بطل فيه له أي مجال للاستمرار. بس كل هذا على الرغم من كل التكنولوجيا اللي موجودة، برضو إحنا بدون العنصر البشري، أنا انتهيت تقريبا، بدون العنصر البشري لا يمكن أبدا أن يتم تنفيذ مثل هذا التطور. بس عنصر بشري كفؤ فعال لا يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على التكيف مع هذه المتغيرات. أنا هذا اللي حبيت أختتم فيه، ومن هون بحب أوصي بأنه بصراحة أنا بجوز دخلت على القاعة في الصباح وكانوا بناقشوا جزء من التوصيات. بدي أحكي بس كنت تحملوني ولا لا؟ كانوا بناقشوا جزء من التوصيات، وخليني أحكي بمنتهى الصراحة والوضوح من باب الإصلاح ليس من باب الانتقاد. أنا هاي التوصيات بجوز أنا هذا بجوز النشاط رقم بعرفش قديش، أنا بشارك مع منظمة العمل العربية فيه في مختلف الدول العربية، بس أعتقد أنه النهج يجب أن يتغير، وحان الوقت أن يتغير النهج حتى يكون لمنظمة العمل العربية دور في تطوير النهج الجديد فيما يتعلق بالتفكير بتنمية وتطوير الموارد البشرية. الاستمرار بإصدار التقارير بهذا الشكل، الناس بطلت تقرأ للأسف الشديد، يعني ما مش هذه مش ميزة طبعا، بس الناس بطلت تقرأ، فبالتالي يجب يعني أن يتم عرض المعلومة بطريقة وبشكل تقارير زي ما احنا بنشوف في كل العالم الناس وين وصلت. آلية تعاطي منظمة العمل العربية مع بعض القضايا، مع كل احترام للحكومات، يجب أن يتم الابتعاد قليلا عن الحكومات، لأنه المنظمة قد لا تمتلك السلطة لإجبار أو إلزام الحكومات بتنفيذ أي توصية من توصياتها، بس من خلال طرفي الإنتاج الآخرين في كل بلد من البلدان قد يكون وقد تستطيع المنظمة تمرير توصياتها ولو جزئيا في بعض الدول. يعني أنا كقطاع خاص إذا اقتنعت بتوصية قطاع خاص أردني، وأنا بجوز اليوم بحكي عن القطاع الخاص الأردني، اقتنعت بتوصية من توصيات المنظمة وأجيت بستمر أطالب فيها الحكومة لأنه أنا طرف إنتاج مهم، وبستمر أطالب وبضل أطالب فيها لغاية لما أنجح في التطبيق. بس هذا يستدعي أعتقد
يعني جلسة برين ستورمينج للمنظمة وخبرائها لتغيير وتطوير نهج الأداء في العمل وتغييره قدر الإمكان حتى يكون للمنظمة دور أكثر. ومرة ثانية أنا بشكركم لاستماعكم وإنكم تحملتوني، وبشكر منظمة العمل العربية على إتاحة الفرصة، وشكرا لكم جميعا. شكرا. سلطت الضوء على إنه الإنسان هو محور التنمية، وكذلك الحال لابد من وجود التخطيط. قرع الجرس الدكتور على إنه في بعض الوظائف راح تختفي، وسلط الضوء على إنه في وظائف جديدة، وبالتالي هذا يعني يستدعي إنه إعادة خلينا نقول كتابة التقارير، وبالتالي يعني الأخذ بعين الاعتبار هذا العالم المتغير بشكل سريع جدا. وبالتالي نشكر على هاي الورقة الغنية جدا واللي ممكن يعني كل وقت تتوزع، أكيد تتوزع هاي الورقة على الجميع على أساس الكل يستفيد منها. وهيك بنفتح النقاش أو الأسئلة، إذا في أي سؤال أي نقاش حول الورقة اللي قدمها الدكتور. تفضل. ولا سؤال ولا تعقيب. هذا ريحت وريحت الدكتور ما خلاش الدكتور ماهر غني عن التعريف كما تعلمون، وهم كما ذكر بتواضع أكثر من 15-20 سنة على الأقل اللي أنا أعمل بها معاه كخبير عربي ومعتمد لدى منظمة العمل العربية، ليس فقط في مجال القطاع الخاص وإنما في كل الاهتمامات التي تتعلق بمنظمة العمل العربية، ما شارك بتقارير وإعداد أوراق عمل تتعلق بطبيعة التعاون مع الحكومات أو مع العمال أو مع المنظمات المختلفة أو أحدث ما تتوصل إليه أعمال منظمة العمل الدولية وعلاقتها بمنظمة العمل العربية. أنا بس حبيت يعني أعقب على آخر مقترح تفضل به الدكتور، إحنا متفقين تماما ليس فقط منظمة العمل العربية وإنما حتى أطراف الإنتاج الثلاثة، ما لم نسعى إلى تطوير طبيعة عملنا وأساليب عملنا لا يمكن أن حتى نحظى بقبول أطراف الإنتاج الذين معنا، وإحنا نتعرض لانتقادات مستمرة وإلى اقتراحات مستمرة ونسعى كل ما نستطيع أن نواكب هذه التطورات وهذه المتطلبات التي تجعل من منظمة العمل العربية قادرة عن أن تعبر عن طموحات وآمال وتطلعات أطراف الإنتاج الثلاثة، وأن نقدم لها لهذه الأطراف ما يفيدها في عملها اليومي، وأن تلمس ذلك لمس اليد. ولذلك فعلا احنا يعني نحاول أن نواكب هذا التطور الذي تفضل به وضرب أمثلة حية، سواء على التلفون الأرضي وعلاقته بالموبايل، أو سواء على الشبكة العنكبوتية، أو على التطلعات المستقبلية للعالم الذي يتسارع بشكل غير طبيعي، ونحن ما زلنا فعلا في كثير من أعمالنا نسير على نفس المنهج لأنه أسهل للأداء بالنسبة لنا، لأن العمل الجديد عادة يواجه برفض وبعدم قبول من كثير من الناس، وبالتالي نحن نتعرض فعلا لمواجهة عنيفة من بعض الأطراف الإنتاج يفضلون أن يبقى العمل ورقي وبكميات هائلة، وبالتالي يتركون الورق في غرف الفنادق ويغادرون إلى منازلهم، وإحنا تعبنا بالورق وجهزنا الورق في الوقت اللي العالم الآن كله يتحدث من خلال الموبايل، هو على الطيارة كل الأوراق العمل موجودة، كل المعلومات موجودة، أحدثها موجودة إلى آخره من الأمور التي سهلت نفقات وقدرات ومعلومات. نسعى إحنا، وحتى يمكن الأستاذ خليل البارحة واليوم تكلم، الأخ محمد تكلم، وهذه أيضا من المبادرات الجديدة، أن القطاع الخاص بدأ يتفاعل مع المنظمة أكثر من اللي قبل. احنا كنا سابقا نعقد نشاط يجينا يعني من احدى الغرف او احدى الاتحادات الصناعية العربية او ما يجي، غالبا ما لا يأتون، واذا مثل يعني صار عندهم تمثيل فيكون من خلال موظف يعمل في الغرفة او يعمل في الاتحاد، ما عنده لا تجربة ولا عنده كذا ولا كذا، احيانا تكون بمثابة فسحة او مكافأة في الوقت اللي احنا نشاطنا وتبادل معلومات.
وتبادل خبرات. واحد يمكن انا البارح تحدثت ما اعرف الدكتور مار كان موجود او لا، احنا في هذه الندوه بالذات كنا احنا اللي نسمع الخبراء اللي تحدثوا الثلاثه وانا كنت معاهم مره الرابع، تحدثنا يعني معلومات عامه كلكم تعرفوها عن طبيعه وما نطمح اليه ان تكون عليه اداره العمل في الدول العربيه، هذا تصوراتنا. لكن انتم تملكون ربما البعض منكم يملك منا اكثر باضعاف مضاعفه، ولذلك اردنا ان نسمع منكم. فركزنا على التجارب القطريه اول مره، احنا من 15 دوله مشاركه 11 دوله تطلب ان تعرض ورقه قطريه، وهذا شيء مفيد ورائع وممتاز. وحرصنا على ان نقلص العمل النظري من خلال الساده الخبراء والسيدات الخبراء السيدات الخبيرات لكي لا تكونوا فقط مستمعين، نريد ان نسمع منكم ونسمع من بعضنا البعض لكي نطور عملنا. فدكتور احنا تقريبا يعني حنحاول نحط بعض الخطوات العمليه، من ناحيه ثانيه بنحاول ان ايضا حتى ادائنا يكون ممكنا، يعني نستخدم الاجهزه الجديده الكمبيوترات الموبايلات النت كل هذه وسائل التواصل. يمكن انا اتطرقت على 28 عنوان لوسائل التواصل الان حاطتها منظمه العمل العربيه لتعطي للمشارك ليس فقط من اطراف الانتاج وانما حتى من المواطن العربي كل ما تقوم به منظمه العمل العربيه او ما قامت به على مدى 5 عقود. وهذا الحقيقه يعني لا لم نحد فيه الى شركه معينه في العالم، وانما بقدرات موظفيها على قلتهم وعلى المسؤوليات الكبيره التي تقع على عاتق كل منهم. فتاكدوا نحن نسعى على قدر ما نستطيع ان نطور عملنا، ونتمنى على كل اطراف الانتاج من خلالكم الذين تمثلون اكثر من 90% من اطراف الانتاج في الوطن العربي. احنا الان مشاركه معنا حوالي 15 دوله عربيه، غابت بعض الدول العربيه لظروف، اذا حوالي 80-90% من اطراف الانتاج مشاركين معنا. نسعى الى ان يتطور ليس فقط عمل المنظمه وانما حتى عمل اطراف الانتاج. احنا نعاني الان عندما نشترك مع طرف من اطراف الانتاج لتنفيذ نشاط، في كثير من الاحيان نجد ثغرات يعني قاتله تنعكس على من؟ تنعكس على المشارك. كان نتفق مع شركه لنقل القادمين او المشاركين او مع الفندق او مع هذه كلها، وان كانت مسائل بسيطه ولكنها تنعكس على نفسيه المشارك وهي ابسط الاشياء. احنا كل هذا الكلام نود ان ننتهي منه تباعا حتى نصل الى مرحله المشارك ياتي ويحضر المحاضره وهو على ما يرام كل شيء متاح. هذا التعقيب البسيط اللي حبيت قبل ان ننتقل الى الفقره الاخرى التي سيتفضل فيها الاخ رئيس الجلسه. شكرا جزيلا. يعطيك العافيه اخ محمد. وبعتقد يعني انه دليل على انه الورقه كانت غنيه جدا، ما فيش اسئله، ما فيش يعني اي ملاحظات. وشكرا مره ثانيه للدكتور ماهر، ونتمنى يعني انه فعلا منظمه العمل العربيه هي الجامع ما بين كل الدول العربيه بين اطراف الانتاج الثلاث. هاي مسؤوليه كبيره جدا على منظمه العمل العربيه، وبالتالي يعني منظمه العمل العربيه بالتاكيد لن تستطيع انه تحقق اهدافها الا بلما انه جميعنا جميع المشاركين من اطراف الانتاج الثلاث توحدنا سويا من اجل تطوير وتفعيل منظمه العمل العربيه. شكرا للدكتور. واحنا الان يعني برضه سنبقى مع الاردن، وبالتالي لانه يعني الاخت مي مستعجله فبالتالي بدها تغادرنا، فلذلك نعطي الان التجربه الاردنيه للاخت مي عليا. تفضلي. صباح الخير. ان شاء الله انا راح احكي لكم عن الميثاق الوطني للتشغيل لتجربة الأردن. هلأ زي ما بتعرفوا إحنا معدلات البطالة الموجودة عندنا في الأردن هي مرتفعة، معدلات عالية. فاللي صار معنا إنه إحنا جينا جمعنا، حاولنا نجمع كافة الجهود وكافة الممكنات حتى نخرج بميثاق وطني للتشغيل.
هذا الميثاق مبني على مادة الدستور الأردني اللي هي أنه تكفل الدولة حق توفير إمكانية توفير العمل للأردنيين والتعليم، حق العمل والتعليم ضمن إمكانياتها. طبعا عشان تكونوا بصورة، هلأ إحنا كوزارة عمل معنيين في تحقيق أهداف وطنية وتحقيق أهداف الأولويات الدولية اللي هي المستندة إلى التنمية المستدامة. فإحنا كوزارة عمل مطلوب منا أنه إحنا نحقق الهدف من التنمية المستدامة اللي هو الهدف الخامس بالإضافة إلى الهدف الثامن. كوزارة عمل مطلوب منا المساهمة في تقليل من معدلات البطالة من خلال زيادة المشاركة الاقتصادية. فزي ما واضح عندكم هون بنظرية التغيير، بس هي شكلها مش واضحة، يتم تخفيض معدلات البطالة من خلال زيادة المشاركة الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. هلأ الميثاق الوطني للتشغيل قائم على مرتكزين. المرتكز الأول كحكومة نسعى إلى تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، سواء كانت مؤسسات حكومية أو قطاع خاص، القوات المسلحة، الأمن العام، جميع الجهات جوا البلد، بالإضافة إلى العلاقات الدولية. في عنا محور ثاني للميثاق الوطني للتشغيل هو توفير فرص عمل لائقة لكافة الأردنيين. كيف نوصل أو نحقق هاي الأشياء؟ تم ترجمة الميثاق الوطني على أرض الواقع من خلال مجموعة من الممكنات. هاي الممكنات هي عبارة عن أو تعنى بأنه إحنا بدنا نعمل تمكين وإعداد للشباب. اثنين، إحنا بدنا نعمل توجيه وإرشاد مهني. ثلاث، بدنا نعمل الماتشينج أو التشبيك بين فرص العمل والباحثين عن عمل. وفي عنا كمان خلق أو توليد فرص عمل من خلال الريادة بالأعمال. في عنا كمان تنظيم وضبط التدريب والتعليم المهني والتقني. بجوز هو هذا أكثر إشي ممكن نركز عليه هسه بالنقاش. هلأ من حيث، وفي كمان من الممكنات اللي هي بتصب بطريقة غير مباشرة على التشغيل وعلى رفع سوية تنمية الموارد البشرية. هلأ عنا إحنا من حيث الإعداد والتمكين تم تصميم برامج تعنى بتأهيل وتدريب الشباب الأردني. مثلا حاليا في عنا برنامج اسمه برنامج خدمة وطن. هذا البرنامج مدته 6 شهور. الشهر الأول بيكون فيه تدريب وطني على أساس أنه إحنا نعمل تهذيب ويعني زي تأهيل أو يعني نتحد على نورمز معينة في السلوك أو توليد ثقافة معينة لدى الشباب الأردني يعني من ناحية العمل. الخمس شهور الثانية هي 5 شهور تعنى بأنه صقل وتأهيل وتدريب في مهارات يتطلبها أو يحتاجها سوق العمل. يعني على سبيل المثال في قطاع البلاستيك الاحتياج السوق لمهنة مثلا اللي بيشتغلوا على الميكسينج وعلى الأشياء زي هيك، إيش المهارات التي يتم أو تحتاجها؟ يتم تصميم برنامج تدريبي بناء على المهارات المحتاجة، وبناء عليه يتم إلحاق الشباب في هذه البرامج. آخر شهرين بيكون في أونجوب تريننج في موقع العمل نفسه، بيروح بتدرب في المصنع اللي هو بده يشتغل فيه. وهلأ في عنا إحنا بالنسبة للمواءمة تم تطوير منصة وطنية للتشغيل. هاي المنصة يتم فيها حصر كافة الباحثين عن العمل بالإضافة إلى تسجيل كل فرص العمل، بالإضافة إلى أنه هاي المنصة بتمكننا من تسويق الكفاءات الأردنية دوليا. يعني إحنا الأسبوع الماضي تم عقد مقابلات عمل من خلال دولة الإمارات، تم تسجيل شباب عنا على كهربائي سيارات، سجلوا على المنصة. شركة إماراتية إجت الأسبوع الماضي وقابلت بحدود 180 أردني كهربائي سيارات من أجل أنه تسويق كفاءاتهم بالإمارات. ونفس الإشي صار مع دولة قطر برضو الأسبوع الماضي، كان في مقابلات للقطاع الصحي. هدول الشباب والشابات مسجلين برضو على المنصة الوطنية للتشغيل. عندنا بالنسبة للتوجيه والإرشاد يتم عقد جلسات إرشاد مهني مركزة للشباب قبل التحاقهم بفرص العمل، بالإضافة إلى أنه بوجهوهم برشدوهم على الممكنات المختلفة الموجودة في البلد. هلأ في عندنا الريادة في الأعمال برضو في تم إطلاق مشروع أو برنامج اسمه برنامج إنهض.
تحت توجيه ملكي سامي. يعنى هذا البرنامج إنه لدعم مشاريع التشغيل الذاتي في كافة المشاريع اللي بتعود بالفائدة وبتعود بالتشغيل، وحالياً التسجيل شغال عليه. طبعاً هذا البرنامج جاء متكامل بحيث يواجه كافة التحديات اللي بتواجه الشباب من حيث التشغيل الذاتي. يعني في بداية الالتحاق في هذا البرنامج يتم تدريبهم وتمكينهم ويعلموهم كيف إنه أنت تدير مشروعك، بعدين بيعمل دراسة جدوى للمشروع بمساعدة وزارة التخطيط مراكز إرادة، بعد ما يكون المشروع مجدي يدرسوه مجدي بتمكن من مثلا أنه يطلب التمويل اللازم لإنفاذ هذا المشروع. طبعا بضل متابع على طوال الفترة وبضلهم يتابعوا سير عمل المشروع، وفي حال تعثر المشروع يتم برضه إيجاد سبل أخرى حتى يشبكوه ويعالجوه. هلأ بالنسبة للتدريب والتعليم المهني والتقني اللي حكيته أنا مبارح، أنه صدر قانون اللي هو قانون رقم 9 اللي بخص تنمية المهارات. تم إحنا طبعا زي ما بتعرفوا في عنا جاب ما بين احتياجات سوق العمل وما بين احتياجات سوق العمل والخريجين أو التخصصات اللي يتم التخرج فيها. هلأ هاي الجاب كيف إحنا ممكن إنه نتغاضاها أو إنه إحنا نحلها؟ طبعاً أنا اللي شايفته إن اللغة هون ضاربة على الجهاز، فمشان هيك ما مشيتش بالفونت. هلأ في عنا احتياجات لسوق العمل وفي عنا مخرجات التعليم سواء كان أكاديمي أو التعليم المهني والتقني. كيف يتم هاي الفجوة مثلاً تقليصها؟ من خلال في عنا استراتيجية لتنمية الموارد الوطنية لتنمية الموارد البشرية. هاي الاستراتيجية هي خرجت بهيئة، هاي الهيئة حالياً هي موجودة على أرض الواقع. هاي الهيئة طبعاً حالياً تم نقل ورفضها بالكوادر البشرية. هاي الهيئة طبعاً اللي بتقوم عليه إنه يتم مثلاً رصد إيش المهارات المطلوبة يتطلبها سوق العمل، وبناء عليه يتم إعادة تصميم البرامج التدريب بما يحقق احتياجات سوق العمل. هلأ في عنا هاي الهيئة برضو من أحد مهامها أن تشرف على كافة مزودي قطاع التدريب والتشغيل. طبعا هاي الهيئة من مهامها هي مظلة لمزودي التدريب والتعليم المهني والتقني، هي المسؤولة عن ترخيص المزودي التدريب والتعليم المهني والتقني وكمان ترخيص البرامج، بالإضافة إلى منح مزاولات مهن ورخص مهن للعمالة الأردنية، بحيث أنه كل عامل أردني يجب أن يكون مرخص ومعه مزاولة مهنة ويعني لديه الكفاءة والمهارات اللازمة للقيام بالأعمال. طبعاً هذا القانون إذا بتحبوا برضو ممكن نشارككم فيه، بالإضافة إلى أنه ممكن نشارككم بالميثاق الوطني للتشغيل. الميثاق الوطني زي ما حكينا تم إطلاقه الشهر الماضي تحت رعاية سمو ولي العهد وبحضور كافة الجهات المعنية. طبعاً كل هاي الممكنات تسعى بالآخر لتقليل من معدلات البطالة وإيجاد سبل لرفع سوية المواطن الأردني وسوية العامل الأردني. وشكرا. والآن يعني لضيق الوقت يعني برضو راح نأخذ كمان تجربة أخرى من دولة الكويت، الأخت إيمان الأنصاري. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لإخواننا في المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الكريم، وسعيدة جدا بتواجدي بين 15 دولة عربية، وأتمنى أن تحوز ورقتي على يعني بعض الاستفادة اللي أقدر أقدمها لكم. معكم إيمان الأنصاري، نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة. طبعا بداية رؤية الدولة، رؤية حضرة صاحب السمو حفظه الله، تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري،
علشان تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري فأنت تحتاج في أن يقوم القطاع الخاص بقيادة الأنشطة الاقتصادية اللي فيها. دائماً أي دولة تسعى أن هي تطور اقتصادها لازم تلجأ إلى القطاع الخاص. من هذا المنطلق انطلقنا في عملنا في الهيئة، وهذه الهيئة تتبع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأستاذة مريم العقيل. طيب ما هي الهيئة وشلون انبثقت الهيئة بشكل سريع؟ طبعاً احنا عندنا التعيين في الكويت نوعين تعيين، عندنا تعيين في القطاع الحكومي واللي هو من اختصاص ديوان الخدمة المدنية، والتعيين في القطاع الأهلي وهذا يكون من اختصاص الهيئة. الهيئة عندها ثلاث أهداف رئيسية، كثير من الأهداف بس أنا حددت لكم أهم ثلاث أهداف. أول هدف الإشراف على العاملين في القطاع الخاص والنفطي. ثاني هدف وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية والاتحادات. ثالث هدف هو منح أذنات العمل وتقدير الاحتياج وانتقال العمالة بالنسبة للعمالة الوافدة. هل نحن نملك في الكويت أزمة توظيف؟ نعم نملك إلى حد ما، يمكن حالياً في الوقت الحالي مو وايد قوية، لكن أنا متأكدة بعد 5 أو 10 سنوات إلى الأمام راح تكبر هذه المشكلة، لأن اليوم 60% من الشعب الكويتي هو في الفئة العمرية الشبابية، يعني نسبة الخريجين المتوقع تخرجهم خلال 5 سنوات القادمة 150 ألف كويتي خريج. إذا من الآن ما واكبنا التطور وما قدرنا نتلمس الوظائف اللي فعلاً اليوم متغيرة ومحتاجتها الدولة علشان فعلاً نكون مركز مالي واقتصادي، راح نواجه مشكلة جداً كبيرة. هدفنا أن القطاع الخاص هو يكون الموظف الأكبر للعمالة الوطنية. إحنا وصلنا إلى مرحلة تضخم وإشباع حكومي جداً عالي، أصبحت الوزارات عندنا منهكة بأعداد الموظفين وبالكفاءات اللي عملها محدود جدا، لكن اليوم احنا نسعى ان احنا نخلي القطاع الخاص هو الموظف الاكبر للعمالة الوطنية. عندنا كثير من الآليات اللي نستخدمها، عندنا حملات توعوية، معارض توظيف، قرارات نفرض فيها نسب العمالة على الشركات بالفرض ان هي تعين نسبة العمالة الوطنية، عندنا نستخدم أداة التدريب، توظيف الإلكتروني، تكويت العقود الحكومية، التوظيف المباشر، أيضاً نقدم دعم مالي، دعومات مالية سواء للخريجين أو للعاملين في القطاع الخاص. يمكن تتساءلون ليش الدولة اليوم تقدم هذه الدعومات؟ أنا اليوم كدولة وأتكلم باسم الدولة، مهما كان القطاع الخاص هدفه ربحي، القطاع الخاص يبي يكون منظمة ذو إنتاجية وكفاءة. مهما أي أقول لها كدولة فكري معي في الحلول لتوظيف الخريجين لحل مشكلة البطالة، ما راح تكون معاي في نفس الهم وفي نفس الفكر اللي تحمله الحكومة. فبالتالي لازم الحكومة تشجع القطاع الخاص وتحفز القطاع الخاص انه يعين الشاب الكويتي. لهذا السبب احنا اول شيء نعمله ان الخريج، طبعا احنا عندنا الطالب من يدخل المرحلة الجامعية تصرف له مكافأة شهرية الى ان يتخرج الى ان يحصل على وظيفة. هذه المكافأة الشهرية بسيطة هي، لكن يعني تؤدي الغرض في حياته المعيشية. لكن أيضا بعد ما يتخرج ويشتغل في القطاع الخاص، الحكومة أيضا تساهم مع الشركات في دفع جزء من راتبة. أنا أساهم معك كشركة، وظفي اليوم أنت مثلا البنك الوطني على سبيل المثال بتعين شاب كويتي وظفه، لكن أنا أساهم معك في جزء من راتبة. مو فقط كذي، أساهم معك أيضا في تدريب هذا الكويتي، لأن أنا ما أحتاج عنصر مكمل للعدد، أنا أحتاج عنصر فعلا ذو إنتاجية ويعمل ويجتهد. علشان كذي اهتمامنا في التدريب، أنا عندي التدريب هو الحل لجميع مشاكل التدريب التوظيف. يمكن نفس ما ذكروا أخواني في تجربة الإمارات، تقريباً إحنا تجربتنا متشابهة، نبتدي معاه وهو طالب، لأن من هذه الفئة العمرية إذا قدرت أنا احتضنه من هذا العمر وأدربه ودعم ثقته في نفسه، راح أستطيع أني أنا أخلق طالب ذو طموح عالي في أنه يلجأ للعمل في القطاع الخاص.
بعد ما يتخرج أيضا الدولة تساهم في عمليات تدريبه، أيضا بعد ما يتعين في القطاع الخاص الدولة تساهم في عمليات تدريبه. عندنا أرقام كثيرة يعني للتدريب، أنا ممكن أوافيكم بالسلايدات إذا احتجتوها بس لضيق الوقت. أيضا عندنا عامل جدا مهم يمكن الكويت انتبهت له، وأعتقد أمس شفتها في تجربة الإمارات، وأتمنى أنكم تنقلون هذه التجربة إلى دولكم، اللي هي فكرة الإرشاد الوظيفي. الإرشاد الوظيفي شنو هو باختصار؟ شلون تضع الشخص المناسب في المكان المناسب. كثير منا يمكن اشتغل شغلة بعد 20 سنة اكتشف أن هذه الوظيفة لا تمت له بصلة، ما في علاقة حب بينه وبين الوظيفة اللي يؤديها. فالإرشاد الوظيفي أنك أنت شلون تأخذ الشخص تطبق عليه بعض الاختبارات المهنية السلوكية، وأشوف هذا الشخص مع أي وظيفة يصلح أنه يشتغل. وإحنا نطبق الإرشاد الوظيفي على طلبة المدارس حتى قبل لا يروح للجامعة ويتخصص تخصص، وبعد فترة يكتشف أن هذا التخصص لا يمت له بصلة. نعمل محاضرات إرشادية، نوجه الخريجين وين الأماكن الموجودة، شنو الوظيفة الأقرب لك، شنو الوظيفة اللي فيها ارتقاء وظيفي. عندنا أيضا هذه التجربة جدا كانت ناجحة، اللي هي معارض التوظيف اليوم الواحد. نجمع مثلا على سبيل المثال القطاع المصرفي، نجمع البنوك كلها في مكان واحد ونعمل إعلان، اللي يبي يتوظف في البنوك وجاد وعنده الرغبة الحقيقية يتفضل عندنا في هذا المعرض. وفعلا يصير التقاء ما بين أصحاب الأعمال ومتخذي قرارات التعيين وما بين الباحثين عن العمل الراغبين في العمل في القطاع المصرفي، وتتم المقابلات بوجود أشخاص منا من الهيئة ومن الشركة والباحث عن العمل موجود، فتصير مقابلات ثلاثية ويتم الإعلان عن النتائج في نفس اليوم. يعني لله الحمد يمكن إحنا شهر فبراير اللي طاف تقدموا لنا ما يقارب 1300 باحث عن العمل في نفس اليوم، في يوم واحد عيننا 611 أعتقد شخص كويتي في البنوك. عندنا الحملات الإعلامية، يؤسفني يعني أني أنا مخاف أنا راح أكون صريحة، إحنا شوي الجيل عندنا يعني الجيل الحالي أصبح مترف، يعني مو مثل الجيل القديم قادر على العمل ويبي يشتغل وعنده الحماس وعنده الشجاعة أنه يواجه أي مشكلة في العمل. الجيل الحالي ما أدري إحنا نتلمسها في الكويت، ما أدري إذا في الدول عندكم ولا لا، من هو صغير يبي يصير مدير بدون ما يتعب، ما أدري عندكم هالمشكلة. يعني إحنا تعبنا، إحنا صعدنا السلمة من تحت لفوق، الجيل الحالي لا، يبي يوصل بسرعة، ما يبي يتعلم، ما يبي يسمع، ما يبي أحد يحبطه، ما يبي أحد يقول له لا أنت غلط. فعلشان كذي إحنا استخدمنا أيضا المهارة أن إحنا شلون نقدر نغير بقناعاتك، نغير بتفكيرك. فاستخدمنا حملات إعلامية للأشخاص نفسهم الباحثين عن العمل لأولياء أمورهم، يعني إحنا اكتشفنا أن حتى المشكلة في أولياء أموره، تي الوالدة أو الأب يقولك لا ولدي ما يتعين كول سنتر، طب ليش ما يتعين كول سنتر؟ فبدينا نسوي هذه الحملات والحمد لله كان لها تأثير جدا جيد. أيضا أنا مثل ما قلت لكم نحن نساهم في صرف جزء من التكاليف الرواتب للعاملين في القطاع الخاص، عدد من تقاضوا العلاوة الاجتماعية، هذه أنا معطيتكم إحصائية للعام لأن السنة لحين ما انتهت، تقريبا كان عندنا 61,000 مواطن يعمل في القطاع الخاص، إجمالي ما تم صرفه 43 مليون دينار. اللي يتقاضون العلاوة الاجتماعية مع التكرار، في عندنا مجموعة من العاملين في القطاع الحكومي يشتغلون أيضا في القطاع الخاص، فنسبتهم أيضا ما يقارب 9,000، يعني يوصل العدد عندنا في القطاع الخاص 70,000. مكافأة الخريجين اللي هم الطلبة اللي يسلمون مكافأة الخريجين إلى أن يتم تعيينهم 73,000 وسمثينغ مواطن. طيب شنو هي المشاريع اللي إحنا نطمح لعملها؟ عندنا نطمح، هذا حلم بالنسبة لنا وإن شاء الله يتم تحقيقه، حصلنا على الأرض والحين إحنا في مرحلة إن شاء الله البناء، إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية. هذا المركز معني فقط لمن يريد أن يعمل في القطاع الخاص،
اللي راح يشغل لي هذا المركز مو الحكومة، اللي راح يشغل هذا المركز القطاع الخاص نفسه. شنو البرامج أنت اليوم كقطاع صناعي؟ تعال قولي شنو البرامج اللي أنت تبيها وأنت ترسمها حق الموظفين اللي عندك، القطاع الطبي، القطاع المصرفي. فالقطاع الخاص هو اللي راح يشغل لي هذا المركز. البرامج التدريبية راح تكون للطلبة وهم على مقاعد الدراسة، للباحثين عن العمل، للعاملين في القطاع الخاص. لما تجمعهم كلهم تحت مظلة واحدة ينتقل الفكر الإيجابي في توجه الكويتين نحو العمل في القطاع الخاص بشكل أكبر وأسرع. أيضا عندنا تكويت المهن الإدارية. عندنا كثير من المهن الإدارية في القطاع الخاص لا يشغلها كويتين، فإحنا أيضا عندنا مشروع أن احنا نكوت، نبتدي تدريجيا في تكويت المهن الإدارية. راح يخلق لنا أكثر من 250 ألف فرصة فقط هذا المشروع. عندنا أيضا مشروع موائمة مخرجات التعليم اللي كنا نتكلم عنه، يعني من سنوات يمكن جميع الأجهزة تعمل فيه والدول. احنا السنة سوينا شيء مختلف. اللجنة هذه سنويا كنا احنا مع جامعة الكويت، مع التطبيقي، مع الجامعات الخاصة ونشتغل وما نطلع بنتائج. السنة هذه خلينا هذه اللجنة بوجود القطاع الخاص نفسه هو من يشرف على هذه اللجنة، علشان تطلع فعلا الاحتياجات فت مع الوظائف اللي يحتاجها القطاع الخاص. مركز المستقبل، عندنا مشاريع حكومية كثيرة. يعني مثلا اليوم نبي نبني مطار، هذا المطار مسكته شركة تركية اسمها ليماك. الفكرة من هذا المشروع انه راح يكون هو عبارة عن معرض متكامل يضم جميع شركات اللي ماسكة العقود الحكومية عندي في الكويت، وهذه الشركات هي من تقابل الخريجين وتعينهم على هذه العقود. بل إذا كان في تدريب خارج الكويت، يعني إذا يبي ياخذ الكويتي يدربه في تركيا ويرده كموظف عنده، نسمح له في هذه الإمكانية. أيضا راح يكون فيها التقاء أيضا مع، أو راح تكون هناك أماكن أيضاً للجهات التعليمية في نفس المكان، في نفس المركز. الهدف من أن أنت كجهة تعليمية تعرف الكويت وين رايحة وشنو هي المشاريع القادمة وشنو هي التخصصات اللي أنت لازم اليوم تسكرها، وشنو التخصصات الجديدة اللي لازم تفتحها، وشنو اليوم العالم المتطور يبي. فيعني إن شاء الله نتمنى أن هذا المركز يعني يرى النور قريبا، لأنه فعلا راح يحقق أيضا فرص كبيرة، لأن عندنا بالكويت كثير من المشاريع الحكومية. في النهاية أنا اللي بقوله أن اليوم أنت كدولة ما يصير تفكر بمعزل عن القطاع الخاص، وما يصير تتعامل مع القطاع الخاص على أنه قطاع أناني أو قطاع يعني ما يبي يساعدك. إذا ما تحط إيدك بيد القطاع الخاص وتعامله كشريك معاك في التنمية لن تنجح. وعلشان تعامله كشريك في التنمية لازم تدعمه كدولة، لازم تقدم له الدعم التام وتثق فيه، وبالنهاية راح تلقى الحلول عند هذا القطاع الخاص. كل الشكر لكم. شكرا للأخت إمام من الكويت، تجربة رائدة برضو. أولا الحكومة تتحمل مسؤولية في عملية التنمية، ولكن بالشراكة كمان مع القطاع الخاص، وهي تجربة الشراكة مع القطاع الخاص، يعني من ناحية عملية ومن ناحية مادية ومن ناحية دعم المراكز للتشغيل، هي تجربة يعني تأخذ بعين الاعتبار. وبالتالي الآن يعني في عنا عدد من التجارب الأخرى، ولكن نسمعها بعد ما البريك 10 دقائق تشربوا قهوة وتغيروا جو. نرفع الجلسة 10 دقائق للبريك، نرجع عشان نسمع تجارب أخرى من دول أخرى. نرجع عشان نكسب الوقت لأنه في قضايا كثيرة ضايلة آخر يوم اليوم. وبنبدأ بدولة العراق، الأخت سارة، تفضلي. سارة من العراق تبدأ بورقة العمل عن التجربة العراقية، تفضلي. بداية السلام عليكم.
أحب أشكر المملكة الأردنية الهاشمية على الاستضافة ومنظمة العمل العربية. أعرف عن نفسي، أنا سارة، مدير قسم التخطيط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وأغلبكم يعرف الوضع اللي يمر به العراق بالوقت الحالي من كثرة العاطلين عن العمل وازدياد وبشكل كبير الفقر بالعراق بسبب كثرة الحروب وازدياد المعاقين بشكل كبير جدا. من هذا وزارة العمل عندها مجموعة أهداف تقدمها للمواطنين، ومن ضمن وزارة العمل أكو دائرة العمل والتدريب المهني اللي ساعدت بشكل كبير بتقليل من العاطلين عن العمل، وهي عن طريق أول ما يتخرج الباحث عن العمل ويتخرج من الكليات تسوي له هوية مال استشاريين. هاي الهوية عن طريقها إذا صار فرصة عمل بالقطاع الخاص أو القطاع العام راح يتصلون عليه بشكل مباشر ويتم تعيينه. والشيء الثاني اللي تقدمه دائرة العمل والتدريب المهني دورات تدريبية مقابل مبلغ بسيط من المال، وبالإضافة إلى من يتخرج تنطي العدة الكاملة للمهنة اللي هو يتعلمها. إضافة إلى ضمن دائرة العمل والتدريب المهني أكو حاضنات للأعمال، وهي تكون عن طريق قروض مدرج الدخل صغيرة يعطوها للعاطل عن العمل أو الباحث عن العمل بعد ما يتخرج، وتكون يعني يسوي بها المشروع اللي يريده. من أهداف الوزارة أولاً القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل مكان. أولت الوزارة اهتمام خاص للهدف الرئيسي للتنمية المستدامة، وهو استئصال الفقر بكافة أبعاده لتوفير حياة موفورة، وبوضع برنامج الحماية الاجتماعية غايته للوصول إلى نظام الحماية الاجتماعية متكامل بين شبكات الأمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي للعمال وسياسة سوق العمل، وذلك من أجل حماية الاجتماعية فاعلة للفقراء. شاركت في وضع رؤية شمولية لمواجهة ظاهرة الفقر من خلال الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر لتمثل إطار مستقبلية للسياسات والبرنامج التي تهدف الحد من الفقر في العراق. وقامت في عدة مشاريع من ضمنها أولاً صندوق التأهيل المجتمعي، ويهدف إلى دمج المعاقين والفئات الهشة بالمجتمع من خلال إشراكهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق إقامة مشاريع فردية مدرة للدخل. ثانياً صندوق دعم المشاريع الصغيرة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2012، تأسيس صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل. وثالثاً استراتيجية التخفيف من الفقر تخص هذه البرنامج تمويل المشاريع الصغيرة من هم تحت خط الفقر. وبرامج التدريب تنظم برامج تدريب للفقراء الذين استلموا القروض لتحسين مستواهم المعاشي. الهدف الثاني لوزارة العمل القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. تعمل الوزارة في سبل دعم القطاع الزراعي والمرأة الريفية لتحقيق الأمن الغذائي ضمن اللجنة المشتركة مع المصارف الزراعية، منح المستفيدات من ضمن شبكة الحماية الاجتماعية قروض للمرأة الريفية، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل لجميع وتعزيز فرص العمل مدى لحياة الجميع. من أهداف الوزارة الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. ومن ضمن أولويات السياسات والبرامج الاجتماعية وإلى عناية خاصة للعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بهذه الفئة وتوعية المبادئ الأساسية في تكريس حقوقهم، شكلت هيئة داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق قانون رقم 38 لسنة 2013. يهدف هذا القانون إلى أولاً رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة والاحتياجات الخاصة. ثانياً تهيئة مستلزمات دمج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع. ثالثاً تأمين حياة كريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. ورابعاً احترام العواقب وقبول العجز كجزء من تنوع البشري والطبيعة الإنسانية. وخامساً إيجاد فرص لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص. وفي هذا المجال وضع مشروع قانون لحماية الطفل مبني على أساس الحقوق التي وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وتعمل الوزارة على حماية الفئات الاجتماعية الهشة من مرحلة الطفولة، إذ يترأس السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية هيئة رعاية الطفولة التي وضعت في التنسيق مع الشركاء من الهيئة الوطنية والدولية. وسياسة حماية الطفل تسعى إلى حماية جميع الأطفال
من العنف والإساءة والاستغلال والإهمال في ظروف كافة، ابتداء بالوقت وصولا إلى عادة التأهيل والدمج في المجتمع. أحب أشكركم بالأخير، شكرا. إذا ممكن الورقة للسكرتارية على أساس أنه توزعها عليكم جميعا، ونأمل يعني كمان يعني مسألة مهمة تطرقت إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي زي ما حكينا سابقا أنه إذا كان نعتني بذوي الاحتياجات الخاصة فبالتالي هذا يعني بدر دخل كبير جدا، مليارات على الشعوب العربية. نأمل أنه هاي التجربة برضو تنقل إلى بقية الدول. والآن مع دولة تونس، مها تفضلي. مبروك للعرس الديمقراطي التونسي قيس سعيد، وبعديها ممكن يعملوا يوزعوا الحلاوة على العرس الديمقراطي. في العرس دائما بيوزعوا حلاوة، فبدنا حلاوة للعرس الديمقراطي التونسي. يعني الزميلين هم اللي الزميلين بدهم يشتركوا بالعرض، وكل التحية لكم، ونشوف التجربة التونسية. تفضلوا. احنا في تونس مش ندخل في التفاصيل على منظومة التدريب المهني في تونس، ولكن مش عندي فكرة على الإصلاحات الكبرى اللي نعملوا فيها في مجال تنمية الموارد البشرية. احنا كما دول الكل انخرطنا في التزامات التنمية المستدامة 2030، وقدمنا أول تقرير السنة هذه في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة تابعة للأمم المتحدة. عندنا بعض المؤشرات احنا برزت بعض هما المؤشرات، بعض الاخلالات والنقائص موجوده قبل الثوره، ولكن الثوره ابرزت بعض الاشكاليات. مثلا معدلات البطاله اللي تبقى مرتفعه، عندنا نسبه البطاله في حدود 15.5%، مع تفاوت بين النساء والرجال. عندنا ارتفاع معدل البطاله حسب المستوى التعليمي، هذا النسبه ترتفع تبلغ 5.6% بالنسبه للاميين، ولكن توصل الى 28.6% بالنسبه للتعليم العالي. ما ندخلش في التفاصيل اكثر من هكا. وعي بهذه الاختلالات تم في سنه 2013 بين الاطراف الانتاج الثلاثه ابرام عقد اجتماعي. هذا العقد الاجتماعي هذا التزام مشترك بين الأطراف الإنتاج الثلاثة حول القضايا الكبرى والخيارات الاستراتيجية للدولة التونسية، حول تحقيق تنمية مستدامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ومقاومة الإقصاء والتهميش والتشغيل وتعزيز العمل اللائق. ويتمحور هذا العقد على 5 أبواب: النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية، سياسة التشغيل والتكوين المهني خذا أفرادابي ببند كامل، العلاقة الشغلية والعمل اللائق، مساس الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية. وثم تم إعداد خطة عمل ثلاثية، ديما نخدموا بالطريقة الثلاثية لتنفيذ بنود هذا العقد. ماذا يحتوي هذا العقد؟ تطوير قطاع التكوين المهني الأساسي والمستمر طيلة الحياة، واعتماد كحق واجب على العامل والمؤسسة، وإدارته بالتزام التشاركية بين الأطراف الإنتاج الثلاث، بهدف تنمية المهارات والكفاءات، تحسين الإنتاجية ورفع من القدرات التنافسية والمؤسسة. يضمن هذا العقد كذلك إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل. هذه الاستراتيجية
تم اعداد لجنه قياده وزاريه على مستوى رئيس الحكومه، وتم في هذا الاطار اعداد تشخيص عميق لاشكاليات التشغيل في تونس، وتهدف هذه الاستراتيجيه الى رفع القيود على خلق المواطن الشغل بصفه عامه، ابراز وتثمين مكان التشغيل غير مستغله في البلاد، تطوير اليات المراقبه للباحثين على العمل، وتحسين جوده التشغيل بصفه عامه في حلول سنه 2030. كما تم في اطار تعزيز التغطيه الاجتماعيه، شرعنا في عمل لادراج عن نسبه التغطيه تاع الضمان الاجتماعي تبلغ 85%، ولكن فما تفاوت كبير ما بين الانظمه، ونعملوا على ادراج الفئات الضعيفه في هذه التغطيه الاجتماعيه، وكذلك مقاومه القطاع غير المنظم. كذلك نعمل احداث على تنظيم على احداث نظام تامين على فقدان مواطن الشغل. هذه الاشكاليه نتاع اللي يفقدوا شغلهم، ليس لهم تطير كافي، ونعملوا على ضمان حد ادنى من الدخل او تعويضات بالنسبه لهذه الفئه، ولكن اكثر جانب مهم هو الترفيع في اعاده الادماج، واحداث اليات للرسكله والتدريب خصوصيه لهذه الفئه لاعاده ادماجهم في الحلقه الاقتصاديه. ونكتفي بهذا، ونعطي الكلمه الى زميلي. مانيش باش نطول كيما معناتها، ولا باش نزيد برشا على التجربه التونسيه اللي حكيتها الاخت. جيست تذكير معناتها الاطار العام لتنميه الموارد البشريه، هذا مو شعار بالاولويات الوطنيه، وهذا موجود حتى في معناتها في الدستور نتاعنا الجديد 2014 موجود ومقنن. معناتها الدولة لازمها تخدم أو تشتغل على تنمية الموارد البشرية بمعناتها أمور مدسترة أمور قانونية، لكن بروز وظائف جديدة كما حكوا عليها الإخوان بين البارح واليوم، وعدم قدرة النسيج الاقتصادي التونسي على استيعاب الأعداد المتزايدة مع تطور عدد الشغالين بالقطاع الغير منظم، وعندنا مشكلة كبيرة في تونس خاصة هجرة الأدمغة في القطاعات الحساسة معناتها في الطب والأساتذة الجامعيين وبطبيعة الحال في حتى على مستوى الإعلامي. على هذاك يعني أعطيكم شوية مؤشرات، معناتها اليوم نسبة النمو في تونس، نسبة التضخم، البطالة والشعب معناتها قداش 11 مليون و500، هذه إحصائيات موجودة من المعهد الوطني للإحصاء. بالنسبة للإجراءات والإصلاحات اللي صارت في تونس معناتها اللي في الهدف منها تنمية الموارد البشرية، ثم عمل كبير على إصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني، ثم عمل كبير على إجراء إصلاح شامل لمنظومة التعليم. نعرفوا اللي وزارة التربية وزارة التعليم العالي معناتها رأس مال كبير بالنسبة لتونس، ولاحظنا اللي النظام الحالي يزمو مراجعة على ضوء ما قاعد يصير في العالم. الإجراء الثاني اللي خدمت عليه الدولة هو في سياسة الأجور المحافظة على المقدرة الشرائية، خاصة معناتها ما بعد الثورة، وتم إمضاء اتفاقية إدارية سنة 73 وثلاثة إلى الآن 54 اتفاقية قطاعية، كنقولوا قطاعية الصحة والبنوك والتأجير وغيرها. يتم بصفة دورية ترفيع في الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المهن، هذا يصير معناتها في إطار تفاوض مع المنظمات والأطراف الاجتماعية. ثم كذلك احداث نظام التامين على فقدان مواطن الشغل لسبب او لاخر، مؤسسات تشكي صعوبات، دونك ثم احداث نظام التامين على فقدان مواطن الشغل. كذلك المحافظه على ديمومه انظمه الضمان الاجتماعي، وعندنا مشكله اليوم في تونس في تمويل الصناديق الاجتماعيه بما فيها صندوق التامين على المرض، ونظرا للضغوط التي تشهدها الصناديق هذه تم العمل على اصلاح انظمه التقاعد في القطاعين. من الاختيارات اللي مشات فيها الدوله الترفيع في سن التقاعد والترفيع في نسب مساهمات الاعوان. بالنسبه للتشغيل ثم شغل معناتها من 2012 الاعداد وتنفيذ استراتيجيه وطنيه للتشغيل، ثم من 2014 الى حاليا يتم معناتها اعداد خاصه في كل ما هو تشريعي ومراجعه سياسات تشغيل الهشه والعقود الشغليه اللي هي تقلقنا كثيرا في الاتحاد العام التونسي للشغل، لانها سياسات ما تعطيش الحق في العمل اللائق للمواطن التونسي. من الحاجات اللي معناتها فرحين بها بالتجربه التونسيه اليوم اللي هو عندنا عقد اجتماعي، عقد اجتماعي هذا بين الشركاء الاجتماعيين الحكومه واتحاد عام تونسي للشغل واتحاد عام تونسي للصناعه والتجاره، هذا اليوم تعدينا الى مرحله النظام الداخلي
في معناتها كان شكون يحب نعطوه حتى فكره على حتى النظام الداخلي نتاعو من اهم عناصر نتاعو كونه هذه دوريه رئاسه المجلس هذا. المجلس هذا بطبيعه الحال وين فما قوانين والا فما اي حاجه معناتها عندها تاثير مباشر على النمو الاقتصادي والتنميه الجهويه ما عادش القرار يتخذ احاديا بل في داخل هذا المجلس. اتفاقية زادة في مجال التكوين المستمر مهمة جدا على الشفوة مهمة جدا لأن هذه تم إمضاءها من طرف الاتحاد العام التونسي شغل مع الدولة التونسية. الهدف من التكوين المستمر هذا كما قلت لكم هو ثم مشكل نظرة للتكوين المهني على أساس كونه هو للفاشلين ثم عندنا مشكل ما ثماش القنطرة اللي تكون بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني والتشغيل بحيث ثم شاهد يتم اعتراف بها في وزارة ولا يتم اعتراف بها في وزارة واحدة أخرى. اليوم عمل كبير على أساس كونك ما ثم حتى مؤسسة وحتى وزارة ترفض معناتها مترشحين جايين من وزارة واحدة أخرى واللي 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 يريد معناتها يكون يتابع الدراسة نتاعه يشارك في مناظرة وهكاك ينجم يكون من وزارة إلى وزارة والشهادة نتاعه معترف بها على مستوى وطني. ونرجع للمشكلة الكبيرة اللي هي هجرة الأدمغة في تونس. هجرة الأدمغة في تونس آخرها تم إمضاء اتفاق على تحسين أجور الفئات هذه من طب ومهندسين على أساس كون المرحلة الجاية باش يكون لهم نظام أساسي خاص فيه رد اعتبار للفئات هذه. ويعطيكم الصحة إذا كان فما أي تساؤل. شكرا للأخت مها والأخ نور على التجربة التونسية في التجربة الديمقراطية وتجربة الموارد البشرية والتشغيل. والآن ننتقل إلى مصر. في ورقة محمد عاطف تفضل. صباح الخير، أنا محمد عاطف اتحاد الصناعات المصرية. طبعا ما ينفعش أبدأ العرض التجربة بتاعت الاتحاد قبل ما أشكر منظمة العمل العربية على الدعوة بتاعتها وطبعا حسن الضيافة من وزارة العمل الأردنية المعتاد. أنا هحاول عشان الوقت هم نبهوني أنا هحاول في عجالة كده هتكلم عن تجربة الاتحاد في تنمية الموارد البشرية وأثر ده على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكن أنا ليا الحظ الأكبر إن دي أول تجربة كقطاع خاص تتعرض. كل التجارب اللي تعرضت قبل كده كانت حكومات. في عجالة اسمحوا لي بس أقول نبذة صغيرة عن اتحاد الصناعات المصرية لأن وضع الاتحاد الصناعات في مصر مختلف عن بقية الدول العربية. احنا عندنا اتحاد صناعات لوحده واتحاد غرف تجارية لوحده. الاتحاد يعتبر من أكبر الجهات الاقتصادية في مصر بيضم 19 غرفة صناعية بحوالي عدد من 60 إلى 65 ألف مصنع. بيشتغل في 65 ألف مصنع دول مليون وربع عامل وبيساهم في بحوالي 20% من الاقتصاد القومي. الاتحاد في اتجاهه لتنمية الموارد البشرية أنشأ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 4 وحدات فنية هما وحدة علاقات وشؤون العمل ودي خاصة بكل ما يخص علاقات العمل في القطاع الخاص، وحدة دعم المرأة ودي خاصة بتمكين المرأة في سوق العمل، وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودي بتقدم الدعم الفني لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والستارت أب وأي حد بيبدأ مشروع، وأخيرا وحدة المسؤولية المجتمعية للشركات. طيب كل واحدة من دول ليها مهام خاصة وليها ليها مهام محددة أنا قلتها في عجالة كده، لكن الوحدات الأربعة دول اشتركوا كلهم في حاجة واحدة اللي هي التدريب أو اللي هي تنمية الموارد البشرية. احنا أنا هتكلم عن 3 تجارب سريعا. أول تجربة هي أكاديمية الموارد البشرية، وحدة علاقات العمل الوحدة الأولانية اللي أنا اتكلمت عنها مع وحدة دعم المرأة، الاتنين اشتركوا مع بعض وأنشأوا حاجة اسمها أكاديمية الموارد البشرية. الأكاديمية دي بتقدم الفكرة بتاعتها هي تطوير الاستراتيجيات والحلول عشان تقدم سياسات أفضل في 3 مجالات، مجال الموارد البشرية ومجال المساواة ما بين الجنسين وقانون العمل. ليها أهداف رئيسية ومباشرة هي زيادة الوعي بالتنمية البشرية، اكتساب المعرفة بماهية الامتثال، يعني ايه احنا بنرفع الوعي وبنفهم الناس يعني ايه امتثال فيما يتعلق ب3 حاجات، معايير الدولية، العمل اللائق والمساواة بين الجنسين، وتعزيز مهارات الإدارة في مجال تشريعات العمل. دي أهداف الأكاديمية. الأكاديمية احنا اشتغلنا على 3 مراحل. المرحلة الأولى كمرحلة تجريبية أخذنا 20 شركة
كان عدد المشاركين 20 يعني من كل شركة واحد. نسبة تمثيل المرأة كانت 40%. التدريب كان هنا المستفيد من التدريب مديرين الـ HR أو الموارد البشرية. تم رفع وعي المديرين الموارد البشرية في الشركات دي بالثلاث مجالات اللي أنا اتكلمت عنهم اللي هما قانون العمل والموارد البشرية والمساواة بين الجنسين أو الجندر في 4 قطاعات صناعية في محافظة القاهرة. دي المرحلة الأولى، وكان مدة الدورة التدريبية في الأكاديمية دي 15 يوم، يعني كل يوم 6 ساعات. هو كان دورة مكثفة شوية. احنا في الأول توقعنا ان الشركات هيبقى ده بالنسبة لها صعب، لان حضراتكم عارفين القطاع الخاص يعني هو تايم از ماني، فانا ازاي هضحي بمدير موارد بشرية لمدة 15 يوم؟ بس في الأول كان في رفض، بعد كده الوضع اختلف شوية، الناس ابتدت تفهم أهمية التدريب، عارف ده لما هيرجع هيزوده في ايه، فبقى في اقبال. المرحلة الثانية العدد زاد، معلش انا مش عارف في مشكلة في عرض البرزنتيشن، بس مش مشكلة انا حافظ الارقام. المرحلة الثانية كان في 30 شركة اللي شارك 30، زاد نسبة تمثيل المرأة بقى 50% بدل 40% بقى مناصفة، كلهم برضو مدير موارد بشرية، وكان في 6 قطاعات صناعية. احنا دلوقتي بنحضر للمرحلة الثالثة على نطاق اوسع وفي محافظة مختلفة، هي محافظة الاسكندرية، وعشان ضمان الاستمرارية وان الموضوع ما يقتصرش على، لان احنا في الاخر احنا جهة واحدة مؤسسة واحدة، احنا بنحاول نضيف كورس تي او تي اللي هو تدريب مدربين، بحيث ان اي حد يستفيد من الدورة دي اللي في الاكاديمية دي ينقلها بعد كده تفضل متداولة. دي اول تجربة. التجربة الثانية، ودي انا انصح ان اي دولة عربية ما شاركتش او ما عملتش التجربة دي، تجربة ممتازة، هي طبقت في تونس وفي مصر بس، لو يعني الذاكرة ما خانتنيش، فهما الدولتين بس من الدول العربية، طبقت في دول كتير بس الدول العربية تونس ومصر بس. هو برنامج الحفاظ على استدامة التنافسية ومسؤولية الشركات سكور، ده برضو بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. البرنامج ده قايم على 5 وحدات رئيسية. الوحدة الأولى، ودي أساس البرنامج، ان انت بتفهم كل الناس اللي في الشركه، كل العمال اللي في الشركه، ان التعاون في مكان العمل هو اساس النجاح. دي الفكره اللي بتزرعها اللي هي التيم ورك. بعد كده بتنتقل تدريجيا ل4 وحدات تانية، اللي هي الجوده، بتهدف ساعتها لان انت بتحسن الجوده وبتعلمهم ثقافه يعني ايه ضمان الجوده، ان انا بنتج حاجه ومعها ضمان. بعد كده الانتاجيه، وهنا بتحاول تزرع فكره ان انت بتقلل النفقات وبتحاول تقلل المخلفات من المصانع، لان احنا خاصين اكتر بالمجال الصناعي. بعد كده الوحده الرابعه، اداره الموارد البشريه، ودي بتركز على العنصر البشري في الشركه. والمرحله الاخيره هي السلامه والصحه. طيب البرنامج ده اتطبق في العالم على 1400 شركه. انا مش هتكلم عن نتائجه في العالم، انا هتكلم عن نتائجه في مصر. احنا عملنا بصورة تجريبية على 30 شركة في قطاعين، خدنا قطاع الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية في محافظتين بس، محافظة القليوبية والمنوفية، وكانت النتائج كالآتي. ويعني انا ما حاولتش اتكلم اكتر عن تفاصيل البرنامج على قد ما انا حابب اكتر اقول النتائج، لان هي دي المعيار، دي اللي هتعرفني اذا كان البرنامج ده ناجح ولا لا. اول حاجة، حصل توفير في التكاليف بنسبة 90% في 27 شركة من 30. تاني حاجة، حصل تقليل في تكاليف الانتاج بنسبة 57% في 17 شركة. تالت نتيجة، تحسين الجودة والحد من العيوب كان بنسبة 83% في 25 شركة. بعد كده لو انا مش عارف كويس، السلايد الوحيد اللي واضح، تقليل استخدام المواد بنسبة 60% في 18 شركة، الحد من النفايات بنسبة 67% في 20 شركة، انخفاض الشكاوى العمالية، ودي كانت نقطة مهمة جدا، لأن أنا يعني أنا تشرف إن أنا أحد المدربين اللي بيدربوا قانون عمل في مصر. من ضمن الحاجات اللي صدفتنا أو لفتت نظرنا، إن أغلب المنازعات العمالية أو المشاكل جاية من إن الناس مش فاهمة إيه حقوقها، إيه اللي ليها وإيه اللي عليها. يعني إحنا كنا عاملين سلسلة ورش عمل اسمها إعرف حقك، في خلال 3 سنين قدرنا ندرب 1000 مصنع على ان الناس مش انت كعامل او انت كصاحب عمل، احنا كنا شغالين على الاثنين على فكره، صاحب العمل يعرف ايه اللي ليه واللي عليه، والعامل برضه يعرف الكلام ده قلل من الشكاوى العماليه،
بالنسبة نرجع لبرنامج سكور، انخفض بنسبة 80% في 24 شركة، معدل الحوادث قل بنسبة 40% في 12 شركة، زيادة الأجور يمكن دي كانت أقل حاجة بس برضو حصلت بنسبة 13% في 4 شركات إلى آخره. بس النتيجة الأخيرة يمكن تهمني أكتر إن البرنامج ده في 30 شركة خلق 40 فرصة عمل، 55% منها للذكور و 45 للإناث. ده سريعا كده نتائج البرنامج. التجربة الثالثة والأخيرة، احنا ابتدينا في اتحاد الصناعات نفكر في فكرة ربط البحث العلمي بالصناعة. احنا لقينا ان احنا في مصر يمكن العدد حضراتكم عارفين العدد كبير شوية، ففي كمية أبحاث مهولة، في كمية براءات اختراعات مش عادية، بس تعالى كده طبقها على أرض الواقع. انت ممكن تبقى كباحث او كطالب حتى في اي كلية عملية بتبقى عامل بحث ما حصلش ولا اروع من كده، بس ملوش اي لازمة، انا مش محتاجه، ممكن بقى يحتاجوه في كوكب تاني في مكان تاني. لكن احنا ابتدينا نمشي بالعكس، طب تعالى انا شوف انا كصانع محتاج ايه واشتغل عليه، بدل ما تقعد تعمل حاجة وتبذل فيها مجهود كبير جدا وفي الاخر ما تستخدمش او تبقى تحتاجها بلد تانية، لا تعالى اخدم القطاع الصناعي. فعملنا اتفاق تعاون ما بيننا وما بين كذا جامعة، على سبيل المثال جامعة حلوان، عملنا اتفاق تعاون ما بيننا على ثلاث حاجات، اتفقنا على ثلاث حاجات. اول حاجة ان يبقى في عضو مجلس ادارة من كل غرفة صناعية شريك في الكلية المناظرة لصناعته، على سبيل المثال مثلا غرفة صناعة الاخشاب يشترك في كلية فنون تطبيقية، صناعات هندسية يبقى شريك اساسي في كلية هندسة، وهكذا. ده اول حاجة. تاني حاجة اتفقنا عليها هي ان احنا هنربط الموضوعات اللي تهم الصناعة بمشاريع التخرج بتاعت الطلبة. حضرتكم عارفين ان الكليات العلمية لازم الطالب عشان يتخرج يعمل مشروع تخرج، بعضها بيبقى كويس جدا وبيستخدم بعد كده، لكن اغلبها بيترمي. طب احنا قلنا ليه ما نستغلش ده، ليه ما انا ما سيبوش لدماغه ان هو يعمل اي مشروع خلاص، لا انا اشغله على مشكله محدده، يعدل لي خط انتاج، يعمل لي خط انتاج، يعمل لي حاجه تهم الصناعه. اخر حاجه في الاتفاق ده ان يتم تدريب الطلبه في المصانع بتاعه القطاع الخاص. دي التجربه الثالثه والاخيره. لما نيجي نطبق الكلام ده على اهداف التنميه المستدامه اللي حضراتكم طبعا حافظينها، هتلاقي ان انت مثلا اتقابلت مع الهدف الخامس اللي هو المساواه بين الجنسين في اكاديميه الموارد البشريه، هتلاقي ان انت اتقابلت مع اهداف كثيره جدا، هتلاقي مع الصناعه والابتكار الهدف التاسع، هتلاقي مع الهدف 17 الشراكات. يعني قدر الامكان انا مش هقول ان احنا مثلا احسن حاجه في الدنيا ولا ان احنا ماشيين، بس يعني اللي يطمن ان احنا اون تراك. يعني انت يمكن لسه ما وصلتش للنتائج اللي انت عايزها، لان احنا في الاخر مؤسسه واحده، بس يعني انا شايف الحمد لله ان احنا لحد ما ماشيين في اتجاه صحيح في مجال تنميه الموارد البشريه. انا اسف على الاطاله، ومعلش اسمحوا لي قبل ما اختم اشكر كل فريق العمل من المنظمه، لان انا دول انا يمكن كنت من الناس المحظوظه اللي اتعاملت مع المنظمه كتير قوي، دول بمثابه الجندي المجهول اللي هم بيعملوا لنا كل حاجه عشان الحدث يطلع كويس قوي وناجح قوي. فشكرا وربنا ما يكونش طولت عليكم. كمان احنا بنشكر محمد عاطف من مصر على اعطائنا معلومات مفيده وقيمه، والعبء كبير جدا على الحكومه المصريه والقطاع الخاص المصري، زي ما بنعرف انه في عشرات الملايين من الكوادر البشريه اللي بحاجه الى تدريب وتاهيل. وشكرا لك يا محمد. والان يمكن احنا اختصرنا، وبامكانكم تطلعوا على الورقه لبنان موجوده في السكرتارية، يعني برضو على اساس التجربه اللبنانيه تحديدا من الاتحاد العام عمال لبنان، واللي هلا بخوض معارك في موضوع الايجارات، في موضوع الرواتب والى اخره، في العديد من القضايا. التجربه اللبنانيه تجربه رائده برضو، وخاصه اتحاد عمال لبنان اللي يوميا له فعاليات في الميدان، وبالتالي ممكن يعني من السكرتارية تأخذوها. هلا ننتقل لآخر ورقة، آخر تجربة من دولة المغرب الشقيق. الأخ فتح الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لمنظمة العمل العربية على
تنظيمها هذه الندوة القيمة، وشكرا للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة هذه الندوة المهمة. بالنسبة لتجربة المغرب في ميدان تنمية الموارد البشرية، فخاصية وزارة الشغل أو وزارة ما تسمية وزارة الشغل هي الشغل والإدماج المهني، والمجالات التي تهتم بها هي الشغل والتشغيل والتغطية الصحية. فميدان الشغل كل ما له علاقة ما بين المشغل والعمال، وهنا يتم تأطير هذه العملية من طرف قانون الشغل الذي صدر سنة 2004. ميدان التشغيل كذلك تهتم به الوزارة، وهو يعني ميدان لا يهم فقط وزارة الشغل والإدماج المهني، بل يهم التشغيل يهم جميع القطاعات الإنتاجية في المغرب، بما فيها يعني التشغيل العمومي وكذلك التشغيل الخاص. ولذا فالمملكة المغربية وضعت برنامجا لتنمية التشغيل بالمغرب تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، وشارك فيه يعني جل القطاعات الإنتاجية، ووزارة التشغيل تعمل على التنسيق. وكذلك لنا مؤسسة في المغرب تهتم بالوساطة في التشغيل، من مهامها هو التشغيل كذلك التكوين الذي يلائم مع التشغيل. يعني عندنا مشكلة أنه يعني الكوادر التي تتخرج من الجامعات أحيانا تكوينها لا يلائم يعني عروض التشغيل، فبالتالي المؤسسة تسمى، هي تابعة للوزارة، المؤسسة الوطنية لتنمية التشغيل والكفاءات، فهي تعمل برامج للتشغيل لإدماج هذه الفئة في 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 سوق الشغل. الميدان الآخر الذي تهتم به الوزارة وهو ميدان الحماية الاجتماعية، يعني فيه شقين، الشق يعني التشريعي، يعني الوزارة تهتم ب يعني تطوير وكل ما هو تشريعي في الميدان الحماية الاجتماعية. كذلك هناك مؤسسة تابعة للوزارة وهو الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية الذي يهتم بالحماية الاجتماعية للعمال في المغرب. يعني الوزارة وضعت منظومة لتدبير الموارد البشرية، منظومة متكاملة لتدبير الموارد البشرية، تبدأ من يعني من التوظيف إلى يعني آخر مطاف في المسار المهني للموظفين. وكل فئة من هؤلاء الموظفين تهتم بجانب، إما بالشغل أو بالتشغيل أو بالحماية الاجتماعية. وبالتالي فالوزارة وضعت دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، هذه الدلائل يعني يوجد بها جميع الكفاءات التي يجب أن تكون لدى الموظف من أجل شغل وظيفة ما، مع الحرص على يعني الحرص على تحديد الأهداف، البلوغ المزمع بلوغها، وبالتالي يعني إذا كان هناك نقص في التكوين إلى آخره نعمل هندسة تكوين، ويكون تكوين مستمر للموظف لكي يكون هذا الموظف يعني قادر على إنجاز مهامه كما يجب. الآن أمر عن ميدان الشغل. ميدان الشغل كما قلت هو يعني العلاقة المهنية ما بين المشغل، وتأطير العلاقة المهنية ما بين المشغل والعمال. هنا لدينا فئة في الوزارة تسمى مفتشي الشغل.
هذه الفئة يعني هي أهم فئة في الوزارة، وتشكل نسبة كبيرة أكثر من 40% من موظفي الوزارة، يعني يتم توظيفهم على أساس أنهم مفتشين شغل، وقبل يعني ما يلجوا ميدان العملي يعمل لهم تكوين لمدة سنة، يعني يكون التكوين نظري وعملي، يعني يذهبون إلى يعني المديريات الجهوية ويقومون بزيارات للشركات لتفتيش مجال تطبيق تشريع الشغل. عندنا مدونة الشغل هي التي تحدد يعني مهام هؤلاء المفتشين الشغل، وبالتالي يقومون يعني بتفتيش في هذا الميدان. فيعني لماذا الأهمية لهؤلاء الفئة من الموظفين بالوزارة؟ لأنهم موظفين يقومون بمهام متعددة، هو رجل أمن اجتماعي يساهم في استتباب السلم الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، وهو أيضا يراقب ويسهر على احترام تطبيق تشريع الشغل داخل الوحدات الإنتاجية، وهو أيضا مصلح يقوم بتسوية نزاعات الشغل سواء الفردية أو الجماعية، كما يتم اللجوء إليه في كحكم في العديد من القضايا ذات الصلة بتشريع الشغل، كانتخاب مندوبي الأجراء، وكذلك إنجاز اتفاقيات عمل جماعية ما بين المشغلين والعمال. الأهمية لهؤلاء يعني هو استتباب الأمن والسلم الاجتماعيين، يعني لما يجي مستثمر من الخارج، والمغرب يعني يعتمد على الاستثمار الخارجي كثير، يعني لما يأتي مستثمر من الخارج لا يبحث فقط عن التحفيزات يعني الجبائية، عن الأراضي، عن الطرق إلى آخره، بل يبحث أيضا عن ما هي كيف هي حالة الأمن والسلم الاجتماعيين، وبالتالي من هنا تكمن يعني أهمية هذه الفئة التي هي فئة مفتشي الشغل في استتباب الأمن والسلم الاجتماعيين، فهم يتدخلون يعني قبل حدوث إضرابات للعمال وبعد، ولكي يعملوا يعني اتفاقيات عمل جماعية لاستتباب هذا الأمن والسلم الاجتماعيين. كذلك من المهام لهؤلاء المفتشين هو يعني أعمال القيام بأعمال الشرطة القضائية الخاصة بتطبيق تشريع الشغل، يعني المشغل الذي لا يحترم يعني قوانين الحماية الاجتماعية يتم يعني القيام بمحضر وتقديمه إلى المحكمة لكي يعني تنزل به عقوبات المسطرة قانونا. للرفع بالإضافة إلى التكوين والرفع من مردودية هؤلاء الفئة من العمال، يعني المملكة المغربية طورت نظام معلوماتي خاص بهذه الفئة بتفتيش الشغل، يعني المفتش الشغل لما يدخل عنده يعني تابلت يمكن يسجل عليها جميع المعلومات، وبالتالي هذه المعلومات تكون عنده وعند الإدارة المركزية، وممكن متابعة هذه المعلومات وتجميعها في نفس اللحظة الذي هو ينجز عملية تفتيش الشغل. كذلك يتم دعم هؤلاء الفئة من الموظفين بتحفيزات
يعني مادية ومعنوية. هناك جمعية أعمال اجتماعية يعني تعمل لصالح هؤلاء الموظفين. وشكرا. شكرا للأخ فتح الله، والله يفتح عليكم جميعكم إن شاء الله، وختامها مسك. وبالتالي نعيد الميكروفون الآن إلى المستشار محمد الشريف مشان أقدم لكم مفاجآت. شو المفاجآت؟ ما بعرف. تفضل. شكرا جزيلا أستاذ محمد لتوليك رئاسة الجلسة شوف الختامية. وليست هناك أي مفاجآت، احنا الأمور كما تعلمون كلها واضحة وجلية، وليست هناك مفاجآت، وإنما صار إحنا الآن على وشك أن ننتهي من خذ راحتك على مكانك عشان تبني مكان فلسطين. ننتهي إلى التقرير الختامي. الكثير منكم كان موجود عند قراءتي القراءة شبه النهائية صباحا، وبالتالي لابد أن يحظى بموافقة الحضور جميعا لكي يعبر عن وجهة نظر جميع المشاركين في هذه الندوة الهامة. ولذلك أدعو السيدة سهام العدوان من حكومة الأردن لتتفضل بتلاوة التقرير الختامي، وبعد مناقشة أو إقرار التقرير الختامي سننتقل مباشرة إلى توزيع الشهادات إن شاء الله. قبل هذا وذاك أتمنى عليكم من لم يسجل موعد مغادرته يسجلها لدى بنتنا نسرين اللي واقفة أمامكم هنا سكرتارية، لكي لا نقع بنفس الخطأ الذي تعرض الكثير منكم له أثناء القدوم، على أن لا نضمن المغادرة. مرات المغادرة تعبر أكثر من القدوم، فسيكون لي كلام آخر إن شاء الله بعد ما ننتهي من تقرير لجنة الصياغة. فتتفضل الأخت العزيزة سهام. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية جميعا. نقرأ التوصيات الختامية للندوة القومية حول أثر تنمية الموارد البشرية العربية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال جلسات العمل التي استمرت على مدى يومي عمل، وفي ضوء العروض المقدمة من قبل السادة الخبراء والعناصر الأساسية التي تضمنتها أوراق العمل والتجارب الناجحة والأسلوب المميز في إدارة الجلسات والحوار الإيجابي الهادف والبناء من قبل السادة المشاركين، تم التوصل إلى التوصيات التالية. أولاً، دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى 1- تعزيز فكرة أن رأس المال البشري ثروة حقيقية لأي قطاع، والاستثمار فيه هو الأبقى والأقدر على تحقيق التنمية، والعمل على مبدأ التحفيز كأحد عناصر التنمية البشرية المؤدية لتحسين مستوى الإنتاجية. 2- التأكيد على أن الإدارة الفعالة هي الأكثر نجاحاً لأي مشروع أو مؤسسة والأقدر على المنافسة. 3- الاستثمار الأمثل في تنمية الموارد البشرية وتطويرها المستمر عن طريق وضع البرامج التدريبية على أسس علمية ووضع نظام لقياس فعالية التدريب من خلال التخطيط السليم للقوى العاملة، المتابعة والتقييم المستمر، إعادة تصميم وتصنيف الوظائف، تحسين الأداء الوظيفي. 4- زيادة وتيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المواءمة المطلوبة ما بين القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن في بنية القوى البشرية. 5- ربط الأهداف التدريبية بتوجهات الأسواق العالمية وتطورها على وجه الخصوص أهداف التنمية المستدامة. تعزيز التعاون والشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية والسعي إلى تمكين القطاع الخاص ليكون عنصراً أساسي في رسم السياسات التنمية المستدامة. 7- الاهتمام بالبحث العلمي والأنشطة الابتكارية الهادفة إلى زيادة المعرفة وتعزيز الإنفاق عليه وتوفير مناخ ملائم مشترك لتنمية الموارد البشرية كعنصر محرك لعملية الإنتاج. 8- التأكيد على الدور المجتمعي للقطاع الخاص وخاصة في تأهيل وتدريب العنصر البشري وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.
تسعى المصادقة على الاتفاقيات واعتماد الاستراتيجيات الصادرة عن منظمة العمل العربية، خاصة المتعلق منها بتنمية الموارد البشرية العربية وتشغيلها. 10. تنفيذ التوصيات الصادرة عن الفعاليات التي تنفذها منظمة العمل العربية والعمل على تطبيقها. 2. دعوة حكومات الدول العربية إلى السعي لترسيخ فكرة أن الإدارة الفعالة والمؤسسة الناجحة تتحقق من خلال تنمية وتأهيل العنصر البشري، مع زيادة المخصصات المالية لإدارات التنمية البشرية لتتمكن من أداء دورها المناط بها على أكمل وجه. 2. العمل بمبدأ إعداد الموارد البشرية يمثل أكبر مشروع استثماري ناجح. 3. التأكيد على وضع الشخص المناسب في مكانه المناسب في الإدارة، مما يعزز من نجاحها وتنافسيتها ويقلل من الجهد والمال. 4. ضرورة صياغة استراتيجية واضحة في إدارة وتنمية الإبداع المؤسسي للتكيف مع التغييرات والتحديات العالمية. 5. تكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية وتطوير الموارد البشرية، وبخاصة توظيف هذه التكنولوجيا في عمليات التدريب وتحسين الأداء. 6. التنسيق والتعاون بين الجهات التي تقوم باعتماد مناهج التعليم والتدريب التقني والمهني، وتبني عملية الموازنة بين نظام التعليم الأكاديمي والتعليم والتدريب التقني والمهني عبر كل المستويات التعليمية. 7. نشر ثقافة التعليم المقترن بالتدريب التقني والمهني، بما يدعم رد الاعتبار إلى المهن وإعلاء قيمة العمل وزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني. 8. تحديث وتطوير البنية التشريعية والإدارية والإجرائية التي تشجع وتحفز الاستثمار الخاص بتنمية الموارد البشرية. 9. اكتشاف وانتقاء العناصر القيادية الشابة لمنحها الفرصة لتحمل مسؤولياتها وتعزيزها لدفع عجلة الإنتاج بأجيال جديدة مؤهلة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. 10. إيلاء المزيد من الاهتمام بمنظومة الإرشاد والتوجيه المهني، وتفعيل دورها في مساعدة الشباب من الجنسين في التكيف مع المتغيرات. 11. دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لنجاح هذه المشاريع. 13. دعوة منظمة العمل العربية إلى أولاً تفعيل قدراتها في تطوير نظم معلومات سوق العمل في البلدان العربية وفق متطلبات التنمية المستدامة واستكمال شبكة معلومات سوق العمل العربية. 2. تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 3. تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من معاهد التدريب التابعة لمنظمة العمل الدولية، مما يساعد في تنمية وتأهيل العنصر البشري لمواكبة المتغيرات الدولية. 4. تحديث الاستراتيجيات الصادرة عن منظمة العمل العربية، وعلى وجه الخصوص الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل والاستراتيجية العربية للتعليم والتدريب التقني والمهني. 5. تكثيف أنشطة المنظمة من عقد الندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال التنمية البشرية والتشغيل. 6. تقديم الدعم اللازم لأطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي للبرامج الهادفة لتنمية الموارد البشرية ومكافحة البطالة. يسجل المشاركون في الندوة والقائمين عليها شكرهم وتقديرهم لكل من معالي السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية لتنظيم هذه الندوة، ومخاطبة السادة المشاركين بكلمة علمية وموضوعية هادفة شكلت المحور الأساسي لمواضيع وأهداف هذه الندوة، والتي ألقاها نيابة عنه مستشاره السيد محمد شريف. 2. كوادر منظمة العمل العربية وخبرائها الذين تولوا الإعداد الجيد والتنظيم الراقي للمحاضرات الرصينة التي عرضوها على المشاركين في أعمال الندوة. 3. الشكر لغرفة صناعة الأردن ممثلة برئيسها السيد فتحي الجغبير، والذي حضر افتتاح وإلقاء كلمة قيمة وكلف عدد من كوادر الغرفة للمشاركة في أعمال الندوة. 4. الشكر لسعادة السيد مازن المعايطة الأمين العام لاتحاد العام لقبات عمال الأردن والمشاركة الفاعلة لعدد من كوادر الاتحاد. 5. الشكر معالي السيد معالي الوزير نضال فيصل البطاينة وزير العمل، والذي تفضل السيد عبد الله الجبور مساعد الأمين العام للشؤون الفنية بإلقاء كلمة قيمة في افتتاح أعمال الندوة نيابة عن معالي الوزير، فضلا عن المشاركة الرفيعة لعدد من كوادر الوزارة. شكرا. الآن باب النقاش مفتوح، إذا في أي أسئلة واستفسارات على التوصيات أو إضافة أو حذف أو تعديل. تفضل. ممكن المايكروفون يا شباب. نعم.
فقرة 11 من دعوة أطراف الإنتاج الثلاث، هي دعم وتشجيع المشاريع. العنوان هي دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، رقم 11 دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة. هاي فقرة جديدة قصدك؟ لا نفسها، بس نضيف ريادة الأعمال. مع ريادة الأعمال؟ إعادة صياغة، على إعادة صياغة. إذن أكتب لنا الصياغة اللي تبغاها وبعث لنا إياها، ما فيش معنى. والمشاريع الصغيرة اكتبها من فضلك على ورقة مستقلة. كتبتها؟ نعم، غيره. حطنا. في غير؟ تفضل تونس. الاتحاد العام التونسي للشغل. راح في تدعو منظمة العمل العربية الدولة إلى، لا أعرف النقطة الثانية أو النقطة ثالثا، دعوة منظمة العربية إلى النقطة التي كتبتم فيها تدعو منظمة العمل للدول العربية. أعتقد النقطة، أعتقد النقطة اثنين. في تكرار قصدك؟ لا ما في تكرار، في اقتراح لكن حابب أشوفها على. أنا مش فاهم. دعوة منظمة العمل العربية إلى نقطة ثانية، تنمية الموارد البشرية. لا فوق فوق فوق. تفعيل قدراتها في تطوير نظم المعلومات. لا في النقطة الثانية، مش زيد أطلع لفوق. دعوة حكومات الدول العربية إلى، أولا أعتقد يجب لفت نظر الحكومات إلى مزيد العناية بذوي الحاجيات الخصوصية، ثم بالقطاعات التي تشكو صعوبات، لأن هنالك قطاعات تفترق صعوباتها من دولة إلى دولة. يعني إذا كان ثم دعوة حكومات الدول العربية إلى مزيد العناية بالرصيد البشري فئة ذوي الحاجيات الخصوصية، ثم حتى لا يكون مع موضوع اقتصادي للقطاعات التي تشكو صعوبات فقط. ما أظن هذا يتقاطع مع التوصيات العامة، ممكن تكتبها أيضا ونضيفها، ما فيش معنى. اكتب لنا إياها على ورقة فضلك. خذوها يا مين هناك في السكرتارية، فين أستاذ حبيب؟ شوف أستاذ حسين تفضل هنا. حسين النسرين تفضل هنا على مكان منظمة العمل العربية. دكتور نعم غيره. الأخ من الاتحاد عمال الأول. اولا احنا نشكر لجنه الصياغه على هاي المقترحات، ونتمنى انه يكون الورقه من لجنه من الصياغه مع المقترحات مع اللي ما قدموه زملائنا من الدول الشقيقه يكون مطبوع، حتى ناخذه معنا نقراه ونستفيد منه كخبره موجوده دوكيومنت بين يدينا. لو قدرنا راح نطبعها، لان هي بعد الصياغه النهائيه يلا تنطبع طبع شكل نهائي. الان احنا شويه اهون انه هي معروضه امامكم. طب تبعثوا لنا اياها لو على ايميل مثلا، تاخذوا ايميلاتنا وتبعثوا على ايميل. راح نبعثها على ايميل طبعا. خلص طبعا راح تتبعث على ايميلات، على ايميلاتكم اللي سجلتوا العناوين. لا اكيد طبعا. استاذ محمد التوصيات ان شاء الله الاسبوع على اخر الاسبوع تكون نعم موجوده على نعم موقع المنظمه. نعم الصياغه النهائيه حتكون على موقع منظمه العمل العربيه اللي حكينا عنه، هتدخلون عليه تلاقون على موقع منظمه العمل العربيه اداره التنميه البشريه كل ما يتعلق بهذه الندوه من الالف للياء بما في ذلك التوصيات النهائيه. وهكذا اتفقنا انه نستخدم الاساليب التقنيه الجديده. نعم اذا ننتقل الى العفو الكويت الميكروفون. هنا اللحظه بس. يا ريت في توصية تشير إلى ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة بإصدار أو تطوير التشريعات الخاصة في تعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص والحكومي، لأن احنا عندنا نسب مفروضة على القطاعات في تعيينهم لكن غير ملزمة. قصدك الإدارات المعنية بقضايا؟ لا الدول نفسها أيوة إصدار تشريعات نوصيها ونسب إصدار تشريعات تتعلق تعيين ذوي الإعاقة أو التسهيلات لذوي الإعاقة، مش هذا قصدك؟ إي نعم. يا ريت نفس الفكرة بس برضو اكتبيها على ورقة ونستلمها منك عشان بالصياغة النهائية إذا ماكو زحمة.
نعم لا هنا الأردن تفضل. والله هذا مرتين سجل بعندك. نعم. المفروض تدخل من الداخل يعني احنا قاعد نتكلم على يا حبيبي الغالي الله يرضى عليك خش من الداخل عشان تكون اسهل عليك الدائره. نعم. يعطيكم العافيه وشكرا على جهودكم. يعني بحب اضيف اللي هي نقطه بخصوص تمكين المراه، يكون في توصيه بتختص بتمكين المراه خاصه بالمناطق اللي هي الاطراف المحافظات. ما ادري يعني ما ادري السؤال فاسكت احسن، ما هي كل المرأة وكله احنا ما عندناش حاجه هنا مرأة ورجل، يعني حتى بالنسبه التوصيات تشمل كلا تشمل الجنس كله. استاذ محمد استاذنك بس ان تنميه الموارد البشريه احنا بنتكلم على جميع الفئات سواء كان معاقين سواء كان شباب من الجنسين. أيوة فجميع تنميه الموارد البشريه العربيه كل المورد البشري بصفه عامه مشمولة. يعني احنا انا بتفق مع هاي النقطه لكن يعني لهم خصوصيه هاي الفئات يعني ذوي الاعاقه او تمكين المرأة خصوصيه التفريق. يعني احنا لو فردنا توصية لكل فئة مش هنكتر عدد التوصيات تمام. فأنا شايفة نخليها عامة بصفة عامة. أنا شايف مثلك يا رباب خليها خلاص. طيب ونقطة تانية أختنا العزيزة من المشاركين وهي أنا عارفها مشاركة في كذا نشاط معانا المرة هذه ما يتعلق بإدارات العمل يشمل الجميع نساء ورجالا وكل يعني الموضوع يتعلق بالجميع يعني ما له علاقة بهذا ولا ذاك فكل توصية تتعلق بكل بكلا الجنسين تمام. طيب تمام وشغلة تانية اللي هو الشكر للمشارك معلش ترجعوا نعم. تنزلوا عليها الشكر اللي هو سجل المشاركون في الندوة القائمون بس أعتقد بروتوكوليا إنه أصحاب المعالي لازم يكونوا لفوق مظبوط لأنه معالي نضال البطاينة آخر إشي ولا هي المكان صحيح. شكرا. احنا بس لانه ذكرت اسم معالي يبلغكم تحياته اتصل من قبل شوي بالتلفون وشفتوني لما طلعت من برا يعني يسلم عليكم جميعا وظروف يعني قاهره حالت دون حضور ولذلك هو فعلا يستحق ان يكون في مقدمه من نسجل لهم الشكر على الاهتمام ما دام تحدثنا في هذا الموضوع كونه يمثل كل الاردن فالشكر باسمكم اذا سمحتوا لي وباسم منظمه العمل العربيه للاردن العزيز وممثلة بوزير العمل وبكل كادر الوزارة الذي حضر إذا تلاحظون هذا الصف على شمالي وعلى يمينكم هو كله للأردن يعني نص الدورة أو نص الندوة ممثلة من أفضل كوادر الأردن سواء من الوزارة أو من اتحاد الصناعات بالمناسبة أحد الإخوة اللي حاضروا دكتور ماهر هم غرفة صناعية وأختنا إيمان من وزارة العمل والدكتور أحمد من اتحاد العمال تشوف المشاركة الحقيقية والفاعلة على أرض الواقع فضلاً عن كوادر الاتحاد أكثر من رؤساء نقابات من الاتحاد مشاركين وأعضاء مكتب تنفيذي بالأمانة العامة وأيضاً نصلح نصوب يا رباب الأخ مازن معيطر رئيس الاتحاد وليس الأمين العام على ما أظن تسمية رئيس الاتحاد إذن اسمحوا لي أن مرة أخرى باسم زملائي اللي طلبت منهم يحضرون هنا حتى لا يغيب عني اسم الأستاذ حبيب مدير المعهد العربي للثقافة العمولية وبحوث العمل في الجزائر والدكتور حسين الصيفر مدير المركز العربي للتنمية البشرية في طرابلس ليبيا لأنه أخاف طرابلس اللبناني يقول لك أنت في طرابلسين طرابلس ليبيا احنا المراكز عادة بس لأنه حتى يكون العنوان واضح وإلا عادة هي عربية بغض النظر عن الجنسية يعني منظمة العمل العربية ما نقول دائما في القاهرة نقول منظمة العمل العربية بس هي مقرها في القاهرة وكذلك المركز والمعهد هما مؤسستان عربيتان تساهمان مع مكتب العمل العربي اللي هو المركز العام بمثل هذا النشاط الفعال فأنا أتوجه بالشكر باسمهم وباسم المدير العام لكم جميعا ولدولكم ومن خلالكم إلى هذا القطاع الذي تمثلونه سواء قطاع وزارة العمل أو قطاع الغرف الصناعية والتجارية أو اتحاد الصناعات أو منظمات العمال أو ما لم يكن هناك تنظيم عمالي فمن خلالكم إلى كل عمال بلدانكم أشكركم شكر جزيل وتأكدوا أننا إذا لم نحقق شيء حققنا هذا اللقاء إذا لم نفعل شيء وفرنا هذا النوع من التعارف إذا لم نعمل أي شيء طلعنا على تجارب بعضنا البعض وهذا هو المهم والمهم إحنا لا زال عندنا حوالي ساعات
باقين هنا، أتمنى عليكم أن تتواصلوا مع بعضكم وتتبادلوا العناوين لكي تتم المراسلات لاحقا، وأن تسعوا إلى اتفاقيات ثنائية إن لم تكن إقليمية إن لم تكن جماعية، لا نكتفي فقط باتفاقيات منظمة العمل العربية، لأن كثيرا ما قد لا تعطى ذاك الاهتمام الملزم، لأن أكثرها هي يعني التزام أدبي في تنفيذها، لكن الاتفاقيات الثنائية كثيرا ما تجدي نفعا أكثر وتعبر عن حاجة ورغبة وطموح كل طرف من الأطراف. لا أريد أن أطيل لأن احنا تعبناكم والبرنامج كان مكثف، وأنا سعيد بكل التجارب اللي استمعت لها من ولدان العربية، سعيد جدا، وحتى الذين لم مشكورين راعونا بالوقت ولم يلقوا أوراقهم وإنما اكتفوا بإضافتها إلى وثائق المنظمة، سوف تطرح على موقع المنظمة إدارة التنمية البشرية والتشغيل لتكون بمتناول أيدي الجميع، حتى الصور اللي أخذت وجزء من الفيلم اللي ممكن نشره سيكون على موقع المنظمة، مثل ما شفتوا في بداية الجلسة احنا كان عندنا فيلم نعرضه اللي هو عبر عن نشاط منظمة العمل العربية. الكلام كثير ولكن لابد أن نأخذ فسحة حتى اليوم، لأنه هذا اليوم الوحيد يمكن اللي باقينا حتى نشوف الأردن الجميلة ونشوف عاصمتها عمان ونشوف أهلها الطيبين أهل الكرم وأهل الضيافة. فمعايا صفقوا للأردن. ننتقل إلى آخر فقرة وهي فقرة توزيع الشهادات، فتفضلوا هنا ولا أي مكان نرجع هذا ورا شلون نقف ونوزع الشهادات. نعم، كل جدار واقتدار. شكرا دكتور. شكرا دكتور. شكرا دكتور. صورة ما هو صورة. يلا سيدي. شكرا دكتور ماهر المحروق. من اتحاد الأغراف تفضل. نصورك حتى مكان ماهر بعد ما ماهر. والله تحياتنا. اعتذر لأنه برضو عندهم. الدكتورة إيمان العكور. السيدة سهام العدوان. يعني تقريبا احنا بادين بعد الخبراء بالأحرف الأبجدية للدولة. عشان ما حد يزعل يعني. نصيبنا كده مغرب احنا متاخر نجي لكن الخمره بالاخير. تفضل. السيده لانا المصري. مبروك مبروك. السيده مي عليان. السيدة لارا حسين. السيد أسامة محمود. السيدة لينا محي الدين. السيدة وعد غالب. السيد محمود عبد الله. السيد محمد عمر. السيد تامر عاكف.
السيد محمد الطواحين، السيد شاكر العبد، شاكر مجال واحد يستلموا اي واحد السيد فايز الشعراء، فايز كمان مش موجود؟ لا فايز موجود. فايز استلم غيره. السيد علي فلاح الحديد، السيدة مي عودة، ونصلتي انت السيد باسم علي سيادي، السيد باسم علي سيادي، استاذ باسم موجود؟ باسم اهلا وسهلا. السيد نواف محمد الجشي، نواف مشي ولا موجود؟ البحرين يمكن الزميل. مبروك برضه تحياتنا. السيدة مها المزريوي، موجودة موجودة. السيد نور الدين قدراع، ايه هي بعد دين الشهادات، انتخاب الرئيس وانتخاب محافظتك وهي الشهادة. الاتحاد العام الوطن سنتين. السيد سلمان القريني، السيد حسين مطير شوردية، مبروك مبروك لجلدكم المباركة إن شاء الله لهذه التشكيلة الأخيرة، التشكيلة رائعة. يعطيكم العافية، سعيد تفعل كل شيء مبروك. يلا صور خوية تفضل أعطيه إن شاء الله. مبروك يا سيدي. السيد الفاضل ناصر بن خميس بن محمد الأحمدي، ناصر موجود؟ موجود. مين بتسرب؟ السيدة سارة هادي غني، السيد شحبة الزر التميمي، مبروك سارة، مبروك بتشو للوزارة والأطراف الإنتاج كلهم، مشاركة جيدة وبارك الله فيك. سلام لا تخفي إن شاء الله ربنا هو الحافظ. تعالي نسرين، وين راح نسرين؟ مبروك. السيد محمد محمود أحمد صالح،
السيد حسن حمد المالكي الجهني، السيد مبارك جابر الخيارين، السيدة إيمان حسن الأنصاري، الدكتور خليل شري، السيد الياس الياسعون، الأستاذة شيماء محمود أحمد فؤاد، السيد محمد عاطف عباس، جمهورية مصر العربية، السيد فتح الله عبد الكريم، في أحد ما سمع؟ تمام المغرب الشقيق، كل المنظمة مع آخر شهادة. إذا تحبون ناخذ صورة جماعية ما فيش مانع، إذا تحبون بلاش أنتم أحرار. ناخذ صورة جماعية. تفضلوا ناخذ صورة.